here. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قطاع من القطاعات اللي بيتطور بشكل ملحوظ جدا هو قطاع السياحة، بيحقق أرقام كبيرة في عدد الوفود وفي عوائد السياحة كمان بالعملة الصعبة. في آخر 10 سنين ارتفع أعداد السائحين من 5,400,000 سائح ده في عام 2016 إلى 15 مليون سائح بنهاية عام 2023. ده بيعكس إيه؟ بيعكس حجم الشغل الكبير اللي اتعمل في هذا القطاع الحيوي المهم والاهتمام به باعتباره طبعا من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري. يمكن السنة اللي فاتت السياحة حققت رقم قياسي، وتحديدا في النص الأول من 2023 اللي مصر استقبلت فيها 7 مليون سائح. في شهر إبريل اللي بعده تم تسجيل دخول أكتر من 1,300,000 سائح لمصر. أعتقد الأرقام دي بتقول إن الدولة قدرت إنها تروج لمصر باعتبارها وجهة غنية بتنوعها، لأنها فعلا بتقدم للزائرين مزيج كده من تاريخ، ثقافة، طبيعة. يعني كل واحد حابب حاجة في شكل السياحة اللي هو عايزها هيلاقيها موجودة عندنا. هيلاقي كمان المزيج اللي موجود ما بين الحضارة الفرعونية القديمة أو الحضارة المصرية القديمة لشواطئ البحر الأحمر الخلابة، المدن النبضة بالحياة زي القاهرة، السياحة الصحراء والسياحة السفاري اللي موجودة. يعني كل واحد نفسه في شكل مختلف هيلاقيه. صحيح بكل تأكيد. والتقرير اللي صدر عن وزارة السياحة بخصوص أعداد الوافدين بيقول إن الدولة شغالة على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق معدلات نمو بنسبة تتراوح من 25% ل 30% عشان نصل لكام؟ نصل ل 30 مليون سائح سنويا، ده بحلول عام 2023. أعتقد إن بسبب التطوير الكبير اللي اتعمل في قطاع السياحة والمنشآت والمواقع السياحية، يعني في السنوات الأخيرة كده كان في اهتمام إحنا شفناه إن يبقى في تطوير في المتاحف، يبقى في إنشاء لمواقع جديدة للمتاحف، مواقع أثرية، مواقع تاريخية يحصل لها تطوير ويحصل لها يعني نوع من أنواع أنها تبقى صديقة كمان للبيئة، بالإضافة لتطبيق آخر التطورات التكنولوجية فيها، تطوير طريق الكباش، افتتاح متحف الحضارة. يعني كان في انتعاشة كبيرة لما حصل افتتاح أو المتحف المصري الكبير. أعتقد أن احنا هنشوف شكل مختلف تماما لما يتم الافتتاح بشكل رسمي تماما. مرة تانية احنا موجودين مع حضراتكم النهاردة على مدار الحلقة، موجودين معكم إن شاء الله على مدار 3 ساعات. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر. خلونا في البداية نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، والمحافظات نتعرف منها كمان على آخر أخبار المرور. صباح الخير عليك دينا. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح النور. مش حاسين إن الجو لطيف قوي الفترة دي اليومين دول؟ هو بالنهار بيكون حر قوي، بس وبالليل في نسمه ممكن تصل للبرد، للبرد يعني مش لطيفه، لا يعني ساعات بتكون ساقعه شويه. بس بنتمنى ان بعد ما جربنا ان درجات الحراره وصلت لفوق ال 40، فبنتمنى ان احنا نفضل شويه في الاجواء دي. يعني احنا ارحم كتير من الاسبوع اللي فات. بالظبط كده. بصبح على حضراتكم مره تانية، وخلونا نبدا معاكم كده نستعرض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا مع حضراتكم كالعاده من محافظه القاهره، وهنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعه على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري اكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مروريه، لكن بعد تقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات بدات تقل بشكل تدريجي، لكنها ما اختفتش ولسه مكمله لحد مستشفى العباسيه. هتبدا الكثافات دي تختفي عند محطه مترو الاستاد. ولو رحنا لشارع الموسكي في سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن طبعا من المتوقع أنه هيشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة.
بالنسبة لشارع رمسيس في اتجاه العباسية، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، لكن الكثافات بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. ومن القاهرة تعالوا نروح محافظة الجيزة، وخاصة نبدأ معاكم من شارع الهرم من بداية المستشفى. في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة، ولو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم نشوف شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصلة لحد الطوابق، وعند الطوابق هنلاقي في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. ونروح معاكم للإسماعيلية، هنلاقي ان طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق احمد ابو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، هنفضل مكملين وندخل شارع الطيار اسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو في كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة واصله ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. ونروح معاكم لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، كمان الطريق المؤدي للجامعة أيضا في كثافة نسبية، وفي كمان كثافات نسبية مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة أو الحرارة نهارا على جنوب سيناء والوجه البحري وشمال الصعيد، في نشاط رياح على بعض المناطق وفي فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. زي المعتاد خلينا نبدأ مع بعض بأهم الأحداث. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة امبارح، وزار خلالها الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري، وعاين سيادة الرئيس السيسي خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية، وتفقد سيادته صالة الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية، وكذلك مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبنى محاكاة الرماية ومباني الشؤون الإدارية. كمان امبارح استقبل الرئيس رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة. خلال اللقاء أكد الرئيس المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، زار خلالها الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري، وعين الرئيس السيسي خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية، وتفقد سيادته صالة الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية، وأيضاً مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبنى محاكاة الرماية، فضلاً عن مباني الشؤون الإدارية. وناقش الرئيس السيسي طلبة الأكاديمية في ظروف إقامتهم الأكاديمية العسكرية واستمع لآرائهم، كما أثنى الرئيس على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكداً حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل اللي بيتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توفرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وده بحضور الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس وزراء البحرين وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
خلال اللقاء أكد الرئيس السيسي المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدماً بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار، فضلاً عن الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة وأمام الرأي العام العالمي. امبارح غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطار القاهرة الدولي متوجها للرياض للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي اللي بتستضيفه المملكة العربية السعودية على مدار يومين 28 و 29 ابريل الجاري. بيتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء إلى جانب حضوره عدد من جلسات المنتدى عقد بعض اللقاءات والاجتماعات، وبيأتي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية. ومن المقرر أن يستضيف الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وشددت على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، وبيتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية، وده للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية. وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً للجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت القوات المسلحة المصرية الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية واللي بتضم أطنان من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوي بالمناطق المخططة شمال القطاع. وشهدت سماء غزة إسقاط يومي لعشرات الأطنان من الاحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوي الممتد منذ شهر فبراير الماضي وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية اللي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعاليتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجاري. وقامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة في البطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وعبر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة شمال سيناء تم تسليم وقود 20 منزل بدوي للمستحقين. في أسوان تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروع بقرية الملكي ضمن مبادرة حياة كريمة. في الشرقية تم الكشف على 1670 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق. أما في اسكندرية تم افتتاح معرض الأسر المنتجة بحديقة الشلالات الإبلية. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء سلمت المحافظة 20 منزل بدوي في حي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد للمواطنين المستحقين، حيث تم بنائها بتكلفة 12 مليون جنيه، وبيحتوي كل منزل على غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 متر مربع، ده إلى جانب حوش بمساحة 40 متر مربع، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 متر مربع كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن استلام 47 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، وسط انتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، خاصة إن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد لضمان سيرها بشكل سلس دون أي معوقات. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر اليوم الحد لمدة 8 ساعات
اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء لاستكمال أعمال ومشروعات مياه الشرب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. فأسوان أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ 17 مشروع بنسبة 100% ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الملكي التابعة لمركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. في الشرقية أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة أعمالها بالكشف على 1670 حالة من أهالي قرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية، وده في العديد من التخصصات الطبية، وبدأت العيادات في استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 40 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 158 رحلة بيستقبلها المطار بداية من السبت حتى نهاية الأسبوع، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. في الإسكندرية شهدت المحافظة افتتاح معرض الأسر المنتجة بحديقة الشلالات القبلية لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية ونباتات وزهور الزينة، وبيشارك في المعرض 50 عارضة من السيدات المعيلات لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهارده نشاط رياح على بعض المناطق وفرص امطار خفيفه الى متوسطه ورعديه احيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا الاجواء صباحا بتكون معتدله لكن بالليل الجو بيكون برد شويه. هو طبعا بالفعل الاحوال الجويه استقرت بشكل كبير، وقيم درجات الحراره اصبحت حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، اذا كان فتره النهار او حتى كمان فترات الليل. يمكن احيانا فتره النهار مع وجود اشعه الشمس بنحس ان هي اعلى من المعدلات الطبيعيه، لكن احساسنا بالطقس حار فتره النهار في القاهره الكبرى او الوجه البحري محافظات شمال الصعيد. طقس اقل حراره ودافي في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، طقس شديد الحراره في المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد ده فترات النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس. لكن احنا اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط من جنوب اوروبا، بالاضافه كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم. فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده محسوس اكثر ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، اجواء فيها بعض البروده واجواء مائله للبروده ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. يمكن ده بيكون في معظم محافظات الجمهوريه خاصه بالمدن الجديده الاماكن المفتوحه الاماكن اللي هي ظهير صحراء وشمس. طيب حضرتك بنقول النهارده ان في متوقع سقوط بعض الامطار الرعديه على كمان جنوب سيناء، ده مستمر معانا النهارده؟ بالفعل بالفعل، يمكن احنا الايام الماضيه امس واول امس في سقوط امطار على المناطق الموجوده في جنوب البلاد، اليوم هيكمل معانا سقوط الامطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، حلايب، شلاتين، مرسى علم، راس بنات، المناطق كمان الموجوده في جنوب سيناء، وهي امطار ما بين خفيفه الى متوسطه وممكن تكون رعديه احيانا، بتكون على فترات متقطعه من اليوم. كمان هنحس النهارده ان في اعتدال في سرعات الرياح، لان النهارده نشاط الرياح هيكون موجود فقط في مناطق من جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، اغلب مناطق الجمهوريه في اعتدال كامل في سرعات الرياح. احنا طبعا الحمد لله بنشهد استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في معظم المحافظات، وده مكمل معانا على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله. المهم بس ناخد بالنا من فترات الليل لان البروده موجوده فتره الليل،
فقدر الامكان الناس اللي خففت الملابس فترات النهار تكون فترات الليل مش ملابس صيفيه بشكل كامل. يفضل طبعا تكون الملابس الخارجيه تجنبا طبعا لنزلات البرد، ونتابع النشرات الجويه بسرعه. طبعا الظاهره اللي موجوده معانا هل هي مستمره ولا لا، وهي الشبوره المائيه، حابين نطمن من حضرتك عليها. هو طبعا وجود الشبوره المائيه اذا كان حتى موجود في بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه فهي شبوره مائيه خفيفه غير مؤثره تماما على حركه المرور او حتى كمان على الرؤيه الافقيه، فما فيش منها قلق تماما على مدار هذا الاسبوع. يعني ما فيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه على مدار هذا الاسبوع. الاحوال مستقره لنهايه الاسبوع بدايه الاسبوع الجاي كمان. يعني احنا هنقعد في الاجواء المعتدله اللي هي نسبه الهواء اللي موجوده بالليل دي لحد نهايه الاسبوع ان شاء الله. او يمكن كمان مطلع الاسبوع الجاي مع اعياد شهرين فنقدر نستمتع بالاجواء باذن. طيب ده حلو جدا عشان كل سنه هم طيبين اخواتنا المسيحيين والاحتفال طبعا معاهم بالعيد. لكن انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 31 الصغرى 18، العاصمه الاداريه 32 17، الاسكندريه 24 17، العلمين الجديده 24 16، مطروح 23 15، دمياط 24 17، بورسعيد 25 18، الاسماعيليه 31 16، السويس 30 15، العريش 26 15، كاترين 26 12، طابة 29 19، حلايب 29 23، شلاتين 32 24، شرم الشيخ 33 24، الغردقة 32 22، الفيوم 32 18، بني سويف 32 18، الوادي الجديد 35 20، أسيوط 33 18، سوهاج 34 21، قنا 36 23، والأقصر 37 23، وأخيرا أسوان 37 24. مستمرين معاكم في الأجواء الطقس المعتدلة خلال ساعات النهار، وكمان بالليل الجو بيكون بارد قليلا عشان كده ناخد بالنا من تفاوت درجات الحرارة ونلتدي بعض الملابس يعني ثقيلة شوية في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك دينا. شكرا لك دينا. ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية أحد السعف، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام هذا العام وسط أجواء تسودها الروحانيات بشكل كبير، وبيشهد مشاركة واسعة من المصلين في كل كنائس الجمهورية لأول مرة بأعداد كاملة، وبيبدأ بأحد الشعنين يوم 28 إبريل الجاري. وبيعتبر أحد السعف هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وبيعتبر بداية الأسبوع، وبيرمز لدخول السيد المسيح إلى أورشليم، وبيعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام في الكنيسة حيث يأتي في نهايتها. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 35 من عمر المسابقة. هيلتقي بيرنموث مع برايتون في الساعة 4 العصر، في نفس التوقيت هيلتقي أرسنال مع توتنهام، 6:30 هيلتقي مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست. لعشاء الكرة المصرية موعدهم أيضاً النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 20 من عمر الدوري المصري. هيلتقي المصري مع الداخلية في الساعة 4 العصر، 7 مساءً هيلتقي المقاولون مع سموحة. امبارح انتهت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية واللي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. أجريت فعاليات البطولة في نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تعالوا نشوف تقرير عن نتائج هذه البطولة. انتهت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعالياتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر إبريل. شهدت النتائج النهائية للبطولة في فروسية قفز الحواجز للفرق حصول مصر على المركز الأول وقطر على المركز الثاني، وجاءت سوريا في المركز الثالث. وفي سباق الفردي حصلت قطر على المركز الأول ومصر على المركز الثاني، فيما جاءت سوريا في المركز الثالث.
وفي النتائج الختامية للبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد للفرق حصلت مصر على المركز الأول بنتيجة 565 نقطة والأردن على المركز الثاني بنتيجة 533 نقطة وجاءت السعودية في المركز الثالث بنتيجة 479 نقطة. أما بالنسبة لمنافسات البطولة للفردي فحصلت العراق على المركز الأول بتحقيق 152 نقطة وجاءت مصر في المركز الثاني بتحقيق 150.50 نقطة والأردن في المركز الثالث بتحقيق 148.50 نقطة. وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبي البطولة العربية العسكرية للفروسية على ما قدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات، مما ساهم في نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية في مجال رياضة الفروسية. وحضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أركان حرب سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ورئيس الاتحاد المصري للفروسية. وقامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وحيث عبر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة. تفاصيل أكتر بينضم لنا على تليفون كابتن هاني مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية. صباح الخير عليك يا كابتن، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير كابتن. بداية لما نيجي نتكلم يعني نجاح كبير للبطولة العربية العسكرية للفروسية واللي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي، شايف الأجواء اللي موجودة وشايف ردود الأفعال على نجاح البطولة دي؟ أولا بشكر حضراتكم جدا على التغطية الجميلة اللي حضرتك عملتوها للبطولة. شكرا. وحقيقي أنا عايز أقول بس كلمة، فعلا نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة المصرية وراعي رياضة الفروسية فعليا على الطرح اللي هو اتعمل في مصر، وده نتاج يا فندم البنية التحتية اللي اتعملت خلال الفترة السابقة اللي احنا بنجني ثمارها دلوقتي. يعني حضرتك لو حضرتك شفتي المكان في مدينة مصر الأولمبية عامل ازاي، من تجهيزات، من أراضي، من أوتيلات، حاجة فخر فعلا إن احنا نقدر نعمل بطولات أولمبية وليس دولية فقط. يعني مصر دلوقتي دخلت على الخريطة الأولمبية يا فندم. عظيم. طيب لما نيجي نتكلم يا فندم عن فعاليات هذه البطولة بالتفصيل وإزاي وصلنا لهذا الشكل، وكنت حضرتك بتتكلم يمكن عايزين يعني مزيد من التفاصيل عن استقبال نادي الفروسية الجديد في العاصمة الإدارية لهذه البطولة المهمة والاستثنائية. تمام يا فندم. البطولة حضرتك دي يعني احنا بقالنا فترة كبيرة دلوقتي بنجهز للبطولة، حضرتك شايفها بالتعاون طبعا القوات المسلحة متمثلة في إدارة المدرعات في جهاز الرياضة القوات المسلحة وزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة اتحاد مصر الفروسية. يعني عايز اقول لحضرتك منظومة كاملة طبعا برؤسة سيادة الرئيس. انا عايز اقول لك ان احنا يعني سيادة الرئيس كان بيتابع الموضوع بصفة اسبوعية فعليا، يعني بنفسه عايز يعرف اللي تم ايه اول باول، عرض التقارير على سيادته بما تم من اجراءات، نظام العمل ايه، الوفود المشاركه ازاي، كم عدد الوفود، تنظيم غير عادي من اول الوفود ما جت ارض الوطن الى مغادرتها عن طريق طبعا نقدم شكر لوزاره الداخليه حقيقي على النظام اللي كان معمول وتسهيل كافه الاجراءات للوفود المشاركه يا فندم. فالموضوع خد يعني شكل كبير جدا من جميع الهيئات عشان يوصل للحاجة شايف والمنظومة الناجحة دي اللي تم اختمها امبارح فن الأمس. طيب احنا شفنا في منافسة لمصر وفوز لمصر في المراكز الأولى في البطولة، خصوصا بعد التألق في فروسية قفز الحواجز والحصول على المركز الأول. مظبوط يا فندم. احنا عندنا دلوقتي منتخب عسكري قوي جدا بقيادة السيد العقيد محمد البرعي. المنتخب ده بيعد بقاله فترة كبيرة جدا علشان يوصل للمستوى اللي حضرتك شفتيه، بالتعاون مع اتحاد مصر الفروسية طبعا برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر. الاتحاد في ثوبه الجديد زي ما بنقول دلوقتي، الحمد لله عندنا تطورات، عندنا نظام عمل جديد، خطة عمل جديدة للفروسية بكافة انواعها. ويمكن اقول لحضرتك سبق لسيادتك ان احنا عندنا ان شاء الله منظمين السبق اللي هو القدرة والتحمل اللي هو الانديورنس، ودي يمكن كان بقاله فترة كبيرة لم يفعل في مصر. ده ان شاء الله هيبقى يوم 3/5 باذن الله وينطلق من مزرعه رباب للفروسيه. عظيم. ودي دعوه للناس انها تيجي تشوف القدره والتحمل، لان قدره التحمل دي حضرتك برضو بتمثل جزء تاني خالص ان احنا بنعمل تنشيط للسياحه المصريه عن طريقها. طبعا.
طبعا. طيب لما نتكلم واحنا بنتكلم طبعا عن مستوى مصر في هذه البطوله، التقاط الاوتاد للفرق، مصر حصلت على المركز الاول بنتيجه 565 نقطه، الاردن جت في المركز الثاني، ومن بعدها جت السعوديه في المركز الثالث. لو حضرتك تكلمنا بشيء من التفصيل عن هذا الختام. التقاط الاوتاد يا فندم، يمكن احنا يعني جمهوريه مصر العربيه يعني عايز اقول هي استاذه التقاط الاوتاد فعلا، ويعني عندنا فريق قوي جدا من القوات المسلحه والشرطه، والفريق ده برضه زي ما سيادتك شفت حصل على اعلى نقاط، لان هو فعلا فريق مميز. وبرضه نفس الكلام يا فندم، هو ما فيش نجاح بيتم الا بمنظومه. صحيح. يعني اي نجاح بيتم يا فندم لازم يكون منظومه عمل مشتركه من جميع الجهات. في تكاتف من كل الجهات المعنيه. بالفعل يا فندم. بالفعل يا فندم، المنتخب القوات المسلحه ومنتخب الشرطه اللي هو قائم على رياضه الاوتاد منتخب قوي جدا، وخيولنا خيول العربيه الاصيله دي من دخلها في لقاءات الاوتاد. طبعا حاجه احنا بنحافظ على الخيول العربيه الاصيله، فبالتالي بنبتدي نظهرها في البطولات الدوليه عشان يبقى الناس عارفه النسب بتاع الحصان المصري والحصان العربي جيد ازاي. طيب فكره التواجد فرسان وفارسات من مختلف اماكن العالم، احنا كانت البطوله دي مليانه بالفرسان من مختلف الاماكن، احنا ازاي قدرنا نوفر بقى ونقدر نوري الناس الامكانيات اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها؟ يعني احنا بنتكلم في الفنادق اللي كانت موجوده، البنيه التحتيه الموجوده، كل الملعب طبعا اللي كان او المضمار، يعني احنا بنتكلم في حاجات كلها جديده وعلى مستوى عالي جدا، ده ازاي انعكس على مستوى البطوله وده يفرق عالميا في سمعه مصر ازاي؟ سؤال مهم جدا لحضرتك، حقيقه سؤال مهم لحضرتك بتقوليه، لان يا فندم فعلا احنا النهارده بدانا ان احنا ننظم البطوله بدعوات لمشاركات للفرق اللي هي لحضرتك شفتيها، وان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا عندنا فرق اكبر واكبر. دي كانت مرحله اولانيه طبعا لافتتاح مدينه مصر الاولمبيه الفروسيه، فكنا بنشوف زي ما سيادتك قلتي رد فعل الدول المشاركه ايه، بنشوف رايهم ايه، اللي تم ايه، ملاحظاتهم ايه على اللي احنا عاملينه في جمهوريه مصر العربيه من بنيه تحتيه، من اجراءات، من تنظيم البطوله زي ما حضرتك شايفاه. يعني انا بنحاس شويه طبعا كفارس قديم وعضو مجلس اداره الاتحاد الفروسيه، وبتشرف ان انا يعني مصري، ده نمره واحد حقيقي، بتشرف ان انا مصري، لان شفت حضرتك منظر عرس، يعني حضرتك لو شفتي الافتتاح اللي تم في البطوله هتلاقي عرس اتعمل بحضور سياده الرئيس، وسياده الرئيس لو حضرتك تشوفيه كان يبقى باين عليه الفرحه والسعاده على الانجاز اللي سيادته عمله. ده برضه يا فندم دي نتيجه انجاز اللي تم ده حضرتك. المفروض المشاركه، احنا امبارح كنا في الختام في حفله ختاميه بسيطه للوفود المشاركه، حضرتك احنا كنا قاعدين مع بعض في جو عائلي وجو اسري بنسمع منهم الانجازات اللي بيحكوا لنا عليها في مصر، وان مصر في حته ثانيه خالص، وان مصر تطورت سواء على المستوى العام والمستوى الرياضي بشكل جميل جدا، فكنا فعلا في فخر امبارح واحنا يا فندم في الحفله الختاميه. جميل جدا يا فندم احنا نكون بنسمع لاراء الناس، بنشوف ملاحظاتهم، بنشوف تعليقاتهم، وحاجة من الحاجات الجميلة كمان يمكن احنا عارضين دلوقتي الصور على الشاشة، الرحلة بقى أو الزيارة الجميلة للأهرامات والمتحف وتنسيق هذه الزيارة عشان برضو يشوفوا كافة الجوانب اللي موجودة في مصر. يعني نتكلم زي ما حضرتك قلت إن شفنا تعليقاتهم على البنية التحتية والمستوى الرياضي وما قدمته مدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة، كمان رحنا في زيارة سياحية جميلة كده للأهرامات. أنا عايز أقول لسيادتك يا فندم على الجولة التفقدية اللي عملناها للفرق المشاركة والوفود، إن في بعض منهم أول مرة يشوفوا الأماكن دي. يعني هم يعني اسمعوا عنها بس. أول مرة يشوفوا الأماكن دي، فكان بالنسبة لهم فعلا يعني، والتقاط الصور والتقاط الفيديو والكلام ده كله يا فندم ده هيعاكس عليهم لما يرجعوا بلادهم. هم هيحكوا على مصر. إحنا هي مش مسألة رياضة بس يا فندم، مسألة ان انت بتقولون مين مصر على الساحه وعلى الساحه العربيه والساحه الدوليه، كل ده يا فندم مهم. الرياضه ما هي الا وسيله لتوصيل مين هي مصر يا فندم. النهارده لما الوفود دي تيجي تشوف وتصور وتروح تشوف الاهرامات وتشوف المتاحف وتشوف الامن والامان في بلدنا يا فندم، دي حاجه مهمه جدا. ماشيين باريحيه، ما فيش مضايقات، ما فيش اي حاجه، كل الناس متعاونه معاهم، الشعب في الهرم في الاهرامات في المتاحف بيقدم لهم كل الترحاب. فدي يا فندم برضو ده دليل قوي جدا ان احنا في مصر بلد الامن والامان حقيقي يا فندم. اكيد.
طيب لما نيجي نتكلم عن ازاي البطوله ساعدت في انها تعمل نوع من انواع الاثراء لهذه الرياضه، بالاضافه كمان انه البطوله العربيه بتعمل نوع من انواع الحراك كده على المستوى الشعبي ما بين الدول العربيه المختلفه، ده بيعمل ايه بالنسبه لسوق رياضه الفروسيه في العالم كله؟ زي ما قلت ستك يمكن في اول اللقاء، دلوقتي احنا بقينا على الخريطه الدوليه، ودي حقيقه يعني بالذات في رياضه الفروسيه وتحت اشراف معالي الوزير اشرف صبحي. طبعا يعني الراجل مهتم جدا بالرياضات وبالاخص رياضه الفروسيه برضه يا فندم. الفروسيه دلوقتي في مكان تاني خالص في ظل الاتحاد الجديد برئاسه الدكتور اسماعيل شاكر، يعني واعضاء مميزين جدا في الاتحاد. الاتحاد كل الشغل الشاغل يا فندم بتاعه دلوقتي اللي حضرتك شفتيه، ان احنا نتعاون مع كافه الهيئات سواء القوات المسلحه الشرطه، هذه التعاون مع وزاره الشباب والرياضه طبعا الجهات القوات المسلحه، كل التعاون ده يا فندم هيؤدي ان الرياضه اولا هتنتشر اكتر واكتر بشكل عام ثم بشكل دولي. يعني احنا ان شاء الله كان في من ضمن البطوله اللي معموله في البطوله العسكريه كان عندنا بطوله الدوري العربي المؤهله للدوري العربي للناشئين، كان عندنا بطولات اللي هي الجمهوريه، كان عندنا بطوله الاوتاد، كان عندنا بطوله عربيه عسكريه، كل ده يا فندم كان مجتمع في بطوله واحده اللي هي في مصر الدوليه الفروسيه. الاهم من كل ده يا فندم دلوقتي ان احنا عندنا حاجه ثانيه مهمه قوي لازم الناس تعرفها، ان احنا عندنا اكبر مربط للخيول العربيه في العالم دلوقتي. يعني دلوقتي عندنا اكبر مربط للخيول العربيه في مدينه مصر الاولمبيه، يعني حضرتك لو شفتوه ونزلت وصورته المكان اللي فيه الخيول العربيه دي. والخيول العربيه ليه بنقول كده يا فندم؟ علشان هي الخيول العربيه الاصليه المصريه، احنا سباقين في هذا الموضوع. صحيح. وبالتالي دلوقتي تعليمات سياده الرئيس في هذا الموضوع الحفاظ على نتاج الخيول العربيه والانتاج بتاعها من اجراءات من مستشفيات بيطريه من عنايه كامله، بحيث نبتدي يا فندم نبتدي نصدر حصان عربي بره ثاني، وده نوع من الترويج ماليا وسياحيا واجراءات ثانيه خالص يا فندم. صحيح بكل تاكيد، وزي ما حضرتك قلت احنا عندنا البنيه التحتيه لهذه الرياضه المهمه، عندنا الخيول العربيه الاصيله، عندنا كمان الفرسان اللي ما فيش زيهم في العالم كله. كل الشكر لحضرتك كابتن هاني مجدي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للفروسيه. قصة نجاح كبيرة بطلها ابن مصر تيتو أدري اللي حصل على الميدالية الذهبية في بطولة السويد في كمال الأجسام فئة 102 كيلو، وتصدر البطل المصري الترتيب بين 20 لاعب. أعتقد محطات تيتو مليانة بتفاصيل كتيرة، تفاصيل للنجاح. صح بكل تأكيد. طبعا عايزين نعرف إيه الحكاية وبدأت إزاي مع كابتن تيتو، تحدي طبعا واصل لهذه الدرجة. كابتن تيتو دلوقتي معانا على التليفون، صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير يا فندم عليكم. يا اهلا بيك والف الف مبروك. الله يبارك في سيادتك، شكرا كتير. طيب لما نتكلم عن بطوله كمال الاجسام في السويد، البطوله كان شكلها عامل ازاي وانت شعورك ايه بعد تتويجك باللقب؟ هو شعوري كان يعني حاجه ما توصفش بصراحه، يعني الفرحه يعني الواحد متفاجئ بنفسه عشان نفس البطوله دي بالظبط انا مثلا نصه كنت حليت المركز الرابع فيها وكنت روحت زعلان، وبعد كده روحت اشتغلت على نفسي، يعني روحت عملنا شغل في الجيم، يعني كنت انام في الجيم كده لحد ما ربنا كرمني وحليت المركز الاول فيها الاسبوع ده، واخدت بطل الابطال فيها في نفس اللعبه الاوفر اول برضه في نفس البطوله. عظيم. كابتن تيتو تعالى نرجع كده 24 سنه، وانت عمرك 24 سنه وانت مقدم على الهجره من هنا للسويد، عملت ايه وتصرفت ايه علشان توصل لهذه المرحله بعد لما سافرت وبعد ما حصلت على البطوله؟ البدايه كانت صعبه سيفك، بس بدايه صعبه كان ليها طعم ومعنى ثاني، يعني ان الواحد راح بلد اوروبيه ما فيش لغه ما فيش فلوس ما فيش شغل، لازم توفري كل حاجتك، يعني وصلنا لمرحله، بس هي مرحله يعني دي عاديه اي واحد بيعدي بيها اوروبا، ان كنا بنلم زباله، دخلنا حمامات، نظفنا حمامات، غسلنا اطباق عشان نقدر نوقف على رجلنا، وكانت بدايه صعبه بس كان ليها طعم حلو، كانت يعني كانت دي احلى حاجه في الرحله، البدايه الصعبه دي كانت. دي رساله مهمه جدا على فكره، يعني انت دلوقتي عشان تاخد المركز الاول وتتوج بهذا الشكل كان وراك قصه كبيره، انت راجل رياضي وكل حياتك رياضيه، لكن في نفس الوقت ما انش الاوان انك تكون البطل، ففي نفس الوقت انت مش قاعد في البيت، يعني انت بتواصل تدريباتك وبتستعد وبتجهز نفسك، لكن انت شغال وشغال بعيد عن المجال، مش مشكله بس في مصدر دخل. هو لازم مصدر دخل عشان اللعبه دي مصروفه جدا جدا جدا،
ومفيش اي سبونسر هيقدر يصرف على اللعبه دي هنا، خصوصا في البلاد دي. لكن دلوقتي يجي لك بقى السبونسر؟ لا يعني خلاص بقى انت مش ملاحق عليهم دلوقتي. يا عادي عادي مش هتفرق صدقني. طيب اول ما سافرت كابتن تيتو وكنت ابتديت تعمل اعمال مختلفه عشان تقدر تقف على رجليك، توقفت فتره عن ممارسه كمال الاجسام، كنت بتعدي قدام صالات الكمال الاجسام وانت مش قادر تبقى يعني داخل وتكمل رياضتك، رجعت تاني امتى؟ يمكن سنه كام عشان تقدر توصل للنجاح اللي انت كنت فيه او اللي انت وصلت له دلوقتي؟ عشان اقدر اخش جيم تاني ويكون عندي ورق، اخذت سنه ونص بالنسبه لي السنتين عشان يكون عندي رقم قومي ادخل بيه الجيم ويكون عندي مصاريف الجيم واشتراكات الجيم وكده. حاليا دلوقتي في جيمات بتقول لي تعالى عندنا اتمرن ببلاش عشان يعملوا دعايه للجيم بتاعهم. اكيد عشان لما نيجي نتكلم ان الافلام دايما مؤثره بشكل كبير جدا، من ضمن الافلام اللي اثرت في حياتك همام في امستردام، مظبوط؟ هو الفيلم اللي جابني هنا، هو فيلم اللي اتمرن في كل اوروبا. هو فيلم الفنان محمد هنيدي همام في امستردام هو اللي خلانا نفكر في اوروبا، يعني كنا بننام ونحلم، بس هي الواقع بصراحه اللي حكاها الفيلم بصراحه صح. يعني احنا جينا نظفنا حمامات، غسلنا اطباق كبدايه، انت يعني ما عندكش لغه، ما تقدرش يعني تتواصل بالشعب الاوروبي. فانت بتروح مكان ما فيهوش اي تواصل شعب، زي المطبخ، زي مثلا نظفت الحمامات، غسلت الاطباق وكده، انك انت ما فيش لغه عندك، ما فيش تقدر تواصل بينك وبين الشعب الاوروبي، فهتكون في مكان ما فيهوش اي شعب وكده يعني. بس في فرق بقى، في فرق بين واحد هيكمل في نفس المكان اللي انت بتقول فيه ده انه يغسل اطباق او ينظف حمامات، وفي فرق بين واحد عنده هدف. وانا حاليا لو الشغل بتاعي وقف ما فيش شغل قدامي، انا هشتغل دلوقتي، يعني انظف اطباق وانظف حمامات، دي عادي بالنسبه لي. يعني حاليا ممكن حاليا لو الشغل بتاعي ما فيش شغله ما عنديش غير الفرصه دي، عادي ما فيهاش عيب. ده شغله بيجيب فلوس. هي دي جدعانة وصلابة المصريين اللي وصلتك للبطولة اللي حصلت عليها يا كابتن. وكمان امبارح كان في بوست أو منشور أدلت بيه السيدة وزيرة الهجرة السيدة سهى الجندي، قالت فيه ألف مبروك لابننا تيتو ابن الصعيد الجدع، ربنا يحمي كل ولادنا اللي رافعين اسم مصر في كل دول العالم، احنا بنهنيك زي ما سيادة الوزيرة كانت بتهنيك، كل شكر ليك تيتو أدري بطل كمال الأجسام بالسويد. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري في العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الجولة التفقدية أثنى الرئيس السيسي على التجهيز المميز للأكاديمية العسكرية، مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية. وقد عاين الرئيس السيسي خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية، كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية، وكذلك مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية، فضلا عن مباني الشؤون الإدارية. كما شدد الرئيس السيسي على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة للقطاع. وخلال استقبال رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، أكد الرئيس السيسي استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد الرئيس السيسي المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار،
فضلا عن الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة وأمام الرأي العام العالمي. يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية على مدار يومين. ومن المقرر أن يشارك مدبولي اليوم في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى التي تعقد بحضور العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية. يعقد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية، وستركز موضوعاته حول مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية. جدد وزير الخارجية سامح شكري التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات الأزمة أو أزمة قطاع غزة بمشاركة كل من السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجهود الوساطة المصرية القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنسيق المواقف العربية والرسائل التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة علار شمال تل كرم بالضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال قوامها 20 آلية اقتحمت البلدة وجابت شعرها وعددا من أحيائها وتمركزت في منطقتها الغربية، وفي الوقت الذي نشرت دورياتها في سهل علار عند مدخل البلدة. وأضافت وفا أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب. أعلن حزب الله اللبناني استهداف 3 مواقع في شمال إسرائيل ردا على قصف طال منازل في جنوب لبنان وأسفر عن 3 قتلى. وقال حزب الله في بيان إنه شن هجوما بالمسيرات والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل وخصوصا في بلدتي كفر كلا وكفر شوبا. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضرتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. البرازيلي روجيريو ميكالي مدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي رفض مواجهة منتخب اليابان وديا في معسكر الفراعنة المقبل المقرر إقامته في شهر يونيو على هامش الأجندة الدولية. فاز فريق الجون على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم على استاد خالد بشارة بالغردقة، وده ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري. وبيحتل فريق الاتحاد السكندري المركز 5 بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الجون المركز 6 برصيد 28 نقطة.
فريق زد حقق فوز كبير على بلدية المحلة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع العشرين بالدوري المصري، وبهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 33 نقطة، بينما تجمد بلدية المحلة عند النقطة 19. فريق نادي بيراميدز حقق الفوز وديا على فريق ألو إيجيبت بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي. فريق سيدات كرة الطائرة بنادي الزمالك فاز على فريق بجاية الجزائري بنتيجة 3-1 في ثاني مواجهة ببطولة إفريقيا اللي بتستضيفها النادي الأهلي. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مدير الفني مجدي أبو المجد خسر لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالجزائر أمام الترجي التونسي بنتيجة 30-25 في النهائي. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على سكيكيدا الجزائري بنتيجة 37-28 في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة بالجزائر ليحصد المركز الثالث. فريق شيفيلد يونايتد خسر أمام فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-1 في مباراة لجمعة الفريقين بملعب سان جيمس بارك، ده ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده رفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده إلى النقطة رقم 53 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 16 نقطة. فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعادل مع فريق بيرنلي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة. نادي ليفربول تعادل مع فريق وستهام يونايتد بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب لندن الأولمبي، وده في افتتاح مباريات الجولة 35 بدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووصل رصيد فريق وستهام يونايتد للنقطة رقم 49 وبيحتل المركز الثامن في جدول الترتيب. فريق يوفنتوس الإيطالي تعادل مع فريق ميلان في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة توقف رصيد ميلان عند 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 65 نقطة في المركز الثالث. فريق بايرن ميونخ الألماني حقق الفوز على فريق أينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوف المصري عمر مرموش بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني، وبيحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، فيما تواجد أينتراخت فرانكفورت بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لشاذلي ومنا علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، وما في شك انه النهارده جماهير نادي الزمالك بتنتظر المواجهة امام نادي دريمز الغاني في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية. طبعا انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، مباراة بكل تأكيد قوية جدا النهارده. اكيد خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن المباراة وازاي جوميز هيتعامل مع المباراة دي، ازاي التشكيل المتوقع، في غيابات يا ترى هتأثر على الزمالك ولا لا، ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي. صباح الخير يا عفيفي، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير منى هانم، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر اينما كانوا، وباذن الله تفوق مصري ان شاء الله جديد في البطولات الافريقيه على مستوى الانديه اليوم. بامر الله، انت ازاي شايف المباراة؟ في حاجات احنا عارفين انها هتبقى فرق معانا، خلينا نبتدي كده من الاول، الجو هيبقى مختلف، ارضيه الملعب بتبقى مختلفه، دي حاجات اكيد جوميز عارفها، واكيد بتوع اكيد دريمز يعني هيبقوا بيلعبوا على برضو النقطه دي.
اكيد 100% مصدر قوتهم ان هم يربكوا حسابات نادي الزمالك زي ما عملوه في استاد القاهره بالمناسبه، في اجواء مناسبه في استاد فيه اكتر من 50,000 متفرج من حضور جماهير نادي الزمالك، ارضيه مناسبه زي ما قلنا، اجواء كلها كانت مناسبه ان الزمالك يتفوق. ما تفوقش بسبب اللي نقدر نقول عليها العشوائيه البناءه بالنسبه لفريق دريمز، انه انا بلعب ماليش ملكه على ارض الملعب، انا ماليش سيستم. فالزمالك بيحب يلعب مع فريق بيلعب كوره عنده سيستم على ارض الملعب، ده اللي ما حصلش في استاد القاهره، ولذلك الزمالك تعثر في انه يحقق نتيجه ايجابيه. اليوم الزمالك عليه عبء مختلف، اجواء، جماهير، ارضيه ملعب، كل شيء مش هيبقى مناسب. كمان جوزيه جوميز اصلا ما عندوش خبرات في اعماق القاره الافريقيه بالشكل المطلوب المرغوب فيه، اللي هو اعرف اتعامل مع مثل هذه المواقف، هيعتمد على خبرات اللاعبين اللي موجودين وعبد الواحد السيد مع احمد مجدي مع الناس اللي موجوده في الجهاز الفني اللي يقدروا ان هم، مع شيكابالا اللي هيغيب بالمناسبه عن هذه المباراه، وما اعتقدش ان هو هياثر بالسلب على الاداء الفني يعني بشكل او باخر، وجوده مهم كعامل سيكولوجي بالنسبه للاعبين اكتر. لكن في العموم هو عاد الينا من جديد زيزو افضل لاعب في مصر، مؤثر مهم ويكون عامل مؤثر بالايجاب في الحركيه الهجوميه النهارده لنادي الزمالك، لانها على الفرصه. مباراه صعبه، اجواء صعبه، تكتيك غير منتهج بالمره من فريق دريمز ممكن يربك لك حساباتك في لحظه، بلغه الكره يكلفتك خلاص. يدخل فيك جول والتاني انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه. علشان تتعامل لازم تقفل صح، تتعامل بدنيا بشكل كبير مع توزيع المجهود، لان المباراه دي يبقى فيها جري وفر وكل لاعب لازم يكون فريق على الارض، هيبقى فيه رطوبه وهيبقى فيه حر وهيبقى فيه حاجات اجواء مش متعود عليها لعيبه الزمالك بالذات الرطوبه العاليه. بالتاكيد بما فيها لعيبه الكوره اللي ما عندهمش سيستم كوره من فريق دريمز، ومن ثم ده هيبقى ضغط بشكل او باخر على لاعبين نادي الزمالك. خبرات لاعبين نادي الزمالك اللي هتفرق في مثل هذه المواقف، مع زي ما قلت عوده احمد سيد زيزو هيكون مؤثر جدا في الحركه الهجوميه. طيب هل انت شايف بحسب كلامك كده انه نادي الزمالك ضيع الفوز في مباراه الذهاب اللي كان هيساعده في المباراه اللي جايه؟ 100%. كان فرق زي دي طبعا وكان لازم يفوز بعدد وفير من الاهداف، يعني ثلاثه فيما فوق كمان، لانه فريق دريمز ما عندوش اي، هو احرج فرق كتير بما فيها فرق شمال افريقيا في مشوار فريق دريمز نحو الوصول للسيمي فاينال، لكن برضه كان بيلعب بطريقه انا ما عنديش سيستم، انا هفاجئك. عنده لاعب خبره زي لاعب في الاسماعيلي والمقاصه والاهلي وبيراميدز حتى اللي هو جون انطوي، واللي مش في حالته زي ما قال مدربه عبد الكريم زيتو هذا المحلي الغاني هناك المدير الفني لفريق دريمز، قال لك الراجل مصاب وعنده رجليه ورمه وحاجات كده كتير قوي، لكن مؤثر، لاعب بيعرف عقليه اللاعب المصري لانه اكتر محترف في مصر سجل اهداف بالمناسبه، فذكي في انه يوصل لهم انه لما تربكوهم هيفكوا، وده اللي حصل مع نادي الزمالك في استاد القاهره، وده اللي ممكن يحصل النهارده لو ما كانش في ثبات في الاداء الفني بدون هرجله. بس انت بتتكلم عن عقليه اللاعب المصري بشكل عام، مش لاعب نادي الزمالك. والله ده اللي حصل في في لاعب نادي الزمالك، لعب في اكتر من نادي ففاهم عقليه اللاعب المصري بالظبط كده. انه لعيبه نادي الزمالك هي القماشه الرسميه او من القماشات الرسميه زي الاهلي زي الزمالك، الفرق اللي هي بتشارك في الانديه في مباريات بطولات الانديه الافريقيه. فهو عارف كويس قوي لعيبه الزمالك بتفكر ازاي، فاحنا نربكهم ازاي، وده اللي حصل في استاد القاهره. على فكره كلام ممكن يكون نربكهم ايه، هم عملوا كده، هو لعب بطريقه انا ماليش ملكه، انا مش هلعب بسيستم معين، انا ماليش طريقه لعب، مين النجم عندي؟ مفيش، خطفه من هنا شوطه من هنا، العب بدفاع مقفل يزهقك على ارض الملعب وبعدين يخطفك. الظروف هناك صعبه لكن لعيبه الزمالك خبره، الزمالك يقدر، قميص الزمالك المهيب بخبراته في البطولات الافريقيه يقدر ان هو يصل للمباراه النهائيه يخطف الفوز من هناك، واحنا عارفين ان احنا افريقيا ما بقتش زي اوروبا، فلسه قاعده الهدف بهدفين، احنا بس عندنا اوبشنز كتيره قوي، انه التعادل السلبي يوصلنا لركلات ترجيح او التعادل الايجابي او الفوز، التعادل الايجابي باي نتيجه او الفوز ياهلنا للتاهل المباشر للمباراه النهائيه باذن الله. الزمالك يقدر وعنده سيستم، وجوزيه جوميز محتاج ده، لان جوزيه جوميز في عامل بس فهم كتير قوي فنيه عليه، لكن فوزه على النادي الاهلي غطى على حاجات كتير قوي فنيه كتير قوي، اخطاء ساذجه في التغييرات وفي الخيارات، وانه يجيب واحد مطلعه بره القايمه ينزله فجاه في مباراه قمه مثلا، او يسحب لعيبه عناصر مهمه في نص الملعب يربك لك الحسابات، ولولا رامي التماس ممكن بخطفه مع معفره بثقه من مثلا الجزيري على سبيل المثال وتالقه في يومه في هذه المباراه غطى على حاجات كتير. مشكله الاهلي والزمالك في مصر انه انتصاراتهم بتغطي على سلبياتهم، هي تمشي كده بالسجعه، انتصاراتهم بتغطي على سلبياتهم في حاجات كتير قوي، لكن في المباريات الكبيره الاهلي بيعرف يفرق، زي امام زي ما كنت بقول عارف يفرق بالخبرات وحظ او فار او حاجات كتير قوي فرقت في قلب المباراه. هو استغل، هو داس، دي سمه الفرق الكبيره، لكن في مشوار الدوري ممكن يعاني لان مؤجلات صداع مثلا للاهلي وللزمالك، بيراميدز بيسحب بهدوء، ففي تفاصيل لكن في نتائج بتغطي على سلبيات بالجمله.
طيب زي ما كنا بنقول كده، هم متخيلين انهم عرفوا شكل طريقه لعب اللاعب المصري. لو قعدنا بصينا على تاريخ الزمالك مع الفرق او الانديه في غانا، هنقول انهم ما تقابلوش كتير، يمكن 10 مرات حصل مباريات ما بين الزمالك وغانا، ما كانش النصيب الافضل للزمالك فيها. لو فاز مباراتين اتهزم في 4 وتعادل في 4، ده هياثر برضو النهارده على سياق اللعب؟ منطقيا لا طبعا، مفيش حاجه اسمها تاريخ نناحيه جانبا، ملوش اي علاقه. ارض الواقع، انت فكرت ازاي، عملت سكاوتنج ازاي على الفريق الغاني؟ وده امر صعب قوي، لانه زي ما قلنا الفريق العشوائي، انت مش عارف هو مين فين ليه. يعني هو قصه في انه ملوش سيستم، هو بيلعب بطريقه معينه، لكن الزمالك بقى عليه العين. افضل طريقه علشان بس الراجل ما يلخفنش الدنيا جوزيه جوميز، العب ب 4-2-3-1، ما تتفزلكش، يعني العب بالامان، حط 2 ستوبرين وباكين عادي، ما تلعبش بثلاثه في القلب، لانه ثلاثه في القلب تخلق مساحات، اللي هو 3 ستوبر، 3 قلوب دفاع، اللي هي 5 في الدفاع لما بقى مع مش مع الزمالك الكوره، بقى مع الكوره بيطير الجنبين، ويبقى بس في 3 في القلب، ويطيروا 5 في نص الملعب ويخدموا على الاداء الهجومي. دي طريقه لا مع العشوائي يزعجك في اي هجمه مرتده، خطر، في ثغرات، مساحات يستغلها لو هم عندهم طيارات بالظبط كده. لكن يلعب 4-2-3-1 الطريقه الانسب بالنسبه للاعب نادي الزمالك. عندك المسلوسي خلاص تالق تعملق وبقى متاقلم، كان ظهير ايمن اول ما جه الزمالك ومع تونس، دلوقتي بقى ستوبر قلب دفاع وشايل كويس قوي مع حسام عبد المجيد. افتكر الاثنين دول عملوا توازن في خط دفاع نادي الزمالك، وافتكر ان هو يبدا بيهم الى جوار فتوح في حالته، ولازم يكون في حالته فتوح، لانه اي سرحان في الثلث الهجومي فتوح مع طيران من ناحيه الشمال هيبقى فيه ازعاج برده، هيتخطف يتسرق على طول، ولازم تغطيه من قلب نص الملعب، لانه افتكر النهارده كمان ممكن محمد شحاته يبدا المباراه، احمد حمدي لا غنى عنه، لكن محمد شحاته مهم جدا النهارده، لانه لازم يكون مسمار في نص الملعب لضبط الايقاع، مع طبعا نبيل عماد دونجا، الاثنين دول عليهم العين، اللي هم اللي يفك ويربط، يفك هجمه دريمز في اي حاله عشوائيه، ويربط تلتك الدفاع بتلتك الهجومي مع الاتقان في التسليم والتسلم، وبلاش فزلكه في بناء الهجمه على الارض. الزمالك احيانا بيخطئ في انه يطلع الكره من تحت من عند الحارس على الارض، تك تك تك، في المباريات اللي زي دي مع ارضيه ملعب سيئه، غلطه بورطه على طول، مش لازم غلطه بورطه، غلطه بورطه، طلع امن وبعدين ربنا يسهل. لكن ما تزودهاش وتقول انا الزمالك، انت زمالك، بس الزمالك في المواقف اتعامل بذكاء، شغل مخك مش جري وخلاص. طيب هل جوميز ادرك النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها دلوقتي، ان هو ان الفرقه بتفك مثلا، او اول ما بترتبك خلاص الدنيا بتضيع مثلا، فبدا يشتغل على الحاله النفسيه للاعبين، انه يكون في تماسك، انه يكون قريبين من بعض، انه حتى لو ما قدرناش نحرز هدف في البدايه فاحنا لسه معانا الوقت، فنمسك نفسنا حتى مع ضغط طبعا الجمهور وارضيه الملعب المختلفه؟ ده اكيد 100%. والميزه ان هم مش بس رايحين بدري وطياره خاصه ومجلس اداره تقريبا بالكامل موجود معاهم هناك، معاهم اخصائي سايكولوجي مع اللاعبين، اخصائي ذهني، فده بيهيئهم بشكل او باخر. زي ما قلنا شيكابالا كمان هيجيب عن المباراه بدعي الاصابه في العضله الاماميه في تدريبات في اليوم ما قبل الاخير من المباراه او الامس، فانه بيتكلم مع اللعيبه بشكل اقرب عن انه هيبقى لاعب، فمش مركز اكتر في غير في انه يحفز اللاعبين. ده دور مهم قوي، واللعيبه اصلا خبره، يعني معظمهم دوليين، سواء كان المحليين او الاجانب، معظمهم دوليين مع منتخبات بلادهم. لكن الفكره في التنفيذ على ارض الملعب، ازاي ما تفكش، لانه جوزيه جوميز هو عنده قناعه ان انا ما فكتش قدام الاهلي، ان انا الاهلي تعادل معايا فانا كسبت، بس انت كنت مضغوط ضغط، يعني انت كنت محظوظ برامي تتمسك لعبه طويله عشان يخلص، او حاله سيف الدين الجزيري اللي خلصت حتى في غياب زيزو. لكن في المباراه دي هو عنده ثقه زياده، لانه زيزو وجوده على ارض الملعب بالمناسبه بيدي ثقه اكبر للاعبين ان في حد هيخلص او هيتحمل مسؤوليه الثلث الهجومي، انه يبقى في حركيه، فده بيدي ثقه بشكل او باخر. زيزو دور مهم، لانه المهارات الفرديه لما تخدم على الاداء الجماعي والنتيجه الايجابيه في مثل هذه المباريات، كل 1-2 ودخل وخلص فرصه، زيزو بتاع الفرصه، ومثله ان هو عنده ثبات في المستوى الفني، فبيديك اطمئنان بشكل او باخر. مع سيف الدين الجزائري والثقه بهدفي الاهلي، مع مصطفى شلبي ممكن يبدا المباراه النهارده، افتكر هيكون موجود كاداء مهم قوي، بس برده ما يتفزلكش في التغييرات، يعني التغييرات احنا طبعا عارفين ان في بعض اللاعبين اللي ما سجلوش قدهم زي عبد الله سعيد و واللاعبين اللي شاركت افريقيا مع انديتهم ما قبل الانتقال لنادي الزمالك في الفتره الاخيره، لكن انا اشوف انه اللعيبه اللي موجوده على الارض الملعب عندها تفاهم، او التشكيله الانسب بما فيهم عواد طبعا لانه تالق في الفتره الاخيره طبعا، ليها فوات، لكن افتكر ان هو بخبرته عنصر مؤثر كمان في حراسه المرمى، وعليه العين ان هو يتالق، وفي اي اختبار جاي
برضه الضربه ما يعرفش جايه منين. هو ما عندوش يعني حلول، محمد صبحي مش موجود، فما فيش حد هيبقى موجود في المرمى غيره يعني. صحيح. ما فيش بعد كده ولد صغير سن، بس فكره انه جوزيه جوميز والله يخضنا، ممكن يخضنا، ممكن يفاجئ يقول لك ان انا اغير اي حاجه. طبعا مش في حراسه المرمى يعني، بس انه ساعات هو بيعمل اي حاجه يعني مؤخرا بنشوف منه حاجات. صحيح مختلفة. هي دي بقى الفكره، انه انا بخاف من فزلكه المدير الفني الاجنبي اللي ما يعرفش ادغال الكره الافريقيه، اعماق الكره الافريقيه في البطولات. فيجي يروح عامل تغييره كده مختلفه، يجيب لاعب زي ما قلنا بره القائمه خالص، ما عندوش احساس الملعب ويكون منزله على ارض الملعب. ساعات بتربك، ساعات بتفك الفرقه، زي ما عمل تغييرات ما كانش صالحه انها تحصل في مباراه الاهلي. ليه بقول مباراه الاهلي؟ لانها الاختبار الاقوى قبل مباراه افريقيه. لكن في كل الاحوال الزمالك عنده العقليه والاحترافيه والخبرات بتاعت اللاعبين، نخلي بس المدير الفني على جنب، الخبرات بتاعت اللاعبين اللي يقدروا ان هم يديروا امورهم على ارض الملعب في مباراه حاسمه علشان يتأهلوا للمباراه النهائيه. عظيم. طيب ازاي الزمالك هيبدا مباراه النهارده؟ زي ما قلت 4-2-3-1 وبلاش فزلكه. وهيبتدي بعواد، فتوح، عمر جابر على اليمين، مهم جدا دور عمر جابر النهارده، والاثنين لازم عليهم العين في طيران، والطيران المدروس يعني ما يروحش ويسرح، لانه هيبقى فيه من هانم قالت انه في رطوبه، في ارضيه ملعب مش مناسبه، فممكن لعيب يتعب، يجي له كرشه نفس في الاحرى. فلو كده لازم يكون مأمن بنبيل عماد دونجا ومحمد شحاته، وقدامهم هيبقى متقدم احمد حمدي، والاثنين نبيل عماد دونجا ومحمد شحاته هيبقى عليهم ادوار في التغطيه على طرفين، يعني لازم يكون بيميل وبيميل برده بشكل مدروس وما يعرفش الضربه جايه منين. في اي هجمه مرتده لازم يكون عامل حسابه انه ستوب، دي هتقف ويعطلها صح، والضغط ما يكونش بتحليق من لاعبي نص الملعب. ما بكلمش على الثلث الدفاعي ليه؟ لانه اول خط بيدافع صح نص الملعب، فلازم يكون في دراسه للضغط، والضغط ما يكونش تحليق، مش بحجز على الراجل عشان انا حين هو ما يمررش في الزاويه دي في اطر تكتيكيه معينه، لكن لازم الضغط والضغط يكون اجريسيف شويه مع توزيع المجهود على ارض الملعب. ما ينفعش ان انت تندفع بشكل كبير ولا تتراجع علشان تقول درجه الحراره او ارضيه الملعب او ما يقعوش مني في الشوط الثاني، فتراجع قوي بطريقه اللي تخليهم يضغطوا مره اثنين وثلاثه مع الضغط الجماهيري يربكوك. لا غنى زي ما قلنا عن محمد حمدي اللي بيخدم على سيف الدين الجزيري، زيزو، وشلبي، مصطفى شلبي. وزيزو يا رب يكون تم شفاءه بشكل كامل، ده اللي جاي لنا من هناك. لكن مهم انه في ارضيه ملعب صعبه دي في الاجواء دي ما نتمناش ترجع له او تتفاقم الاصابه، هو يبقى خايف على نفسه. لكن زيزو فايتر، محارب، بينزل بيركز على ارض الملعب، وان شاء الله دوره يكون مهم النهارده في الحركه الهجوميه. 4-2-3-1 ما فيش خلاف على انه يلعب بطريقه مخالفه عن هذه الطريقه، والا هيعاقب. في التمرينه الاخيره امبارح كان فيها تركيز على ضربات الترجيح. جوميز بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يقفل كل السيناريوهات عشان يسعى لتحويل الدريمز لحقيقه. صحيح. اكيد يقلب الدريمز لصالحه هو، لانه فعلا لازم تهيئ لعيبتك لكل الظروف. حضرتك قلتي كل السيناريوهات، فركلات الترجيح اللي ممكن تاتي ما بعد تعادل سلبي فقط، لانه تعادل ايجابي في صالح الزمالك على طول، لانه الهدف هدفين في خارج الديار زي ما احنا عارفين. مهم انه كان يهيئ لعيبه لهذا الموقف، لانه لو حصل في ارضيه ملعب في اجواء برضو زي ما قلنا، لازم يكون اللعيبه مهيئه للموقف ده، ويكون عنده كمان كفاءه في الانهاء وصلابه ذهنيه ومتعود خلاص، وسكاوتنج كمان على حارس المرمى، وان كان ده برضو امر صعب قوي ان احنا نعرف حارس المرمى بتاعهم وتالق بالمناسبه في المباراه الاولى، لكن نعرف زواياه، لانه من الصعب ان انت تجيب مباراه كان بيحرس فيها المرمى في ركلات ترجيح او ركلات جزاء حتى بتبقى نادره حتى في الكاس الكونفدراليه الافريقيه. لكن كان مهم قوي انه يديهم احساس انه لو وصلنا لركلات ترجيح انت لها، انت قدها، لازم يكون متهيئ، وده كان امر مهم جدا. طيب فريق دريمز، هل انت شايف ان هو عنده نقاط ضعف من خلال متابعتك للمباراه، لمباراه الذهاب؟ مليان. بس انت تستغلها. يعني هو زي ما قلنا في البدايه ما عندوش سيستم، فدي دبل ايج سلاح ذو حدين، يعني اللي هو ممكن تستغلها وممكن هو اللي يستغلك، ممكن هو اللي ياكلك. الفوضى البناءه بالنسبه له. الراجل عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز اتكلم عن انه انا ما عنديش غير نجم واحد بس انتوا تعرفوه اللي هو جون انطوي، الباقي الفريق كله نجم بالنسبه لي. عنده نقاط ضعف لانه نص ملعبه ضعيف جدا، عنده نقاط ضعف لانه دفاعه ضعيف جدا، عرضيات عليه ما بيقدرش ان هو يتعامل، حتى وان كان عندهم اطوال لكن ما بيقدروش، ما عندهمش الكفاءه. فلو اشتغلت من على الاطراف، لان زي ما قلت فتوح وعمر جابر دورهم مهم في طيران، علشان يبتدوا يشغلوا سيف الدين الجزيري، لازم يتعامل على عرضيات، وسيف الدين الجزيري لما ينزل بشكل مدروس ما يرهقش نفسه، ولذلك يلعب بثلاثة في نص ملعب النهارده، ما يرهقش نفسه في الأداء الدفاعي عشان ما يقعش، ولما يكمل من على الأطراف لازم يتخدم عليه بشكل سليم. بلاش العمق، هما بيعملوا زحمة في العمق، حاول تفك الملعب. يعني النهارده لازم جوزيه جوميز يلعب على ستريتش الملعب، إنه حركة الكورة بالعرض كتير، جريهم ورا الكورة وبعدين جمع لعبة في جهة واقلب الملعب في الجهة العكسية.
يجريهم ورا الكوره طبعا عشان يتعبوا. بس دي نقطه احنا بنبقى دايما واخدين بالنا منها، ان اللعيبه الافارقه هم اللي عندهم السبيريت الاعلى، هم فكره الجري ورا الكوره، احنا اللي بنتعب اسرع مش هم اللي بيتعبوا اسرع. ففكره ان انا اجريهم ورا الكوره، انا اللي مش معرفش احنا هنبقى فت كفايه ان احنا نقدر نجري ونجريهم، ولا رايك لا ايه؟ لازم نكون جاهزين وفت طبعا، بس فكره انهم جريهم ورا الكوره مش لاتعابهم، مش نشقيهم يعني، مش للنفس يعني. هي فكره اتعابهم انه نتعبهم تكتيكيا، ان هو اما يجري في جهه وبعدين لما تقلب المعلف في الجهه العكسيه، عقبال ما يعمل الدوران بتاعه ويبدا يروح على الزاويه اللي انت فرغتها علشان تخدم بيها على الطيران بالتكتيك ده اللي بتجريه ورا الكوره، فبتحس ان هو مربك اوريدي. وده اللي حصل في المباراه الاولى، بس انت ما استغلتش الفرصه، ضيعت. وكان واضح حتى يمكن في الكره اللي جت في العارضه في مره، افتكر حسام المجيد اللي حطها، او الزناري، في كرات كتير جاءت، حتى كان كلنا مستغربين ان الكوره مش عايز تيجي، بيذكرونا بحاجات من زمان، يقول لك في افريقيا ايه اللي بيحصل، ده في استاد القاهره يعني، مش منطق او كده. فلا، ضيع زمالك فرص كتير، وكان عنده فرص كبيره قوي لازم يستغلها النهارده، لانه نص ملعب ضايع، ما عندهمش هجوم غير على الهجمات المرتده، دفاعهم من العمق بلاش، بس عشان هو زحمه فلازم تعمل ستريتش زي ما قلنا، ملعب شغل الاطراف او قلب الملعب من جهه اخرى، هيعمل لهم ربكه مع المساحات والفجوات الموجوده مع تكمله لاعبي نص الملعب. محمد حمدي عليه دور مهم جدا، ولو النهارده محمد حمدي اشتغل صح هيسجل في هذه المباراه. اذا بتتوقع انه الزمالك هيتخطى هذه العقبه وان شاء الله موجود في النهايه؟ باذن الله ان شاء الله، لانه اسم مصر هو الاول والاولى، وكمان اولا، ويبقى الزمالك يلعب باسم مصر. نتمنى باذن الله ان هو يتاهل، لانه عنده الكفاءه، لانه لو اتاهل بالمناسبه ما بين نهضه بركان واتحاد الجزائر، افتكر بما حدث حتى في المباراه الاولى والخلافات وقصص كده يعني بتاثر على الكوره فيما بين البلدين بشكل او باخر، لكن الزمالك لو عدى هذه العقبه العشوائيه في الكره المنضبطه اللي هتجيله في الفاينل ايا مكان مين الغريم، الزمالك يقدر ان هو يفوز باللقب الثاني ليه في كاس الكونفدراليه الافريقيه بعد 2019. ان شاء الله نرجع ونحتفل ان شاء الله بحصول لقب جديد في السنه دي زي ما خدنا اللقب في 2019، ونشوف سوبر افريقي بقى اهلي وزمالك ان شاء الله بعد دوري الابطال الاهلي والزمالك للكونفدراليه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي، بنسعد بوجودك معانا، شكرا لوجودك. شكرا لك. شكرا ليك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. في علاقات بين الأشخاص أو الأصحاب بيسموها علاقات سامة، يعني على طول طاقة سلبية، مفيش تشجيع، معظم الوقت تلاقيهم بيتخانقوا. النوع ده من العلاقات أعتقد ممكن يأثر على الصحة النفسية وممكن تسبب مشاكل صحية مزمنة. طبعا، وعايزين نعرف إيه السبب اللي بيخلي أصلا الشخص شخصية سامة لما يدخل في علاقة بتكون والله هما بنستلمهم كده، هما بيبقوا جايين سامين لوحدهم. ما هو بقى إزاي وصل لهذه المرحلة؟ احنا عايزين نعرف تفاصيل كتير جدا عن هذه العلاقات المسمى بالعلاقات السامة، وهل ليها تأثير على المشاكل الصحية. كل هذه التفاصيل هنعرفها من الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إيه السبب اللي ممكن يخلي الشخص أصلا يدخل في علاقة ويكون هو السبب في أنها تكون علاقة سامة؟ طب خلينا الأول بس نعلق على لفظ علاقة سامة ده. هو اللفظ ده لفظ أدبي مش لفظ طبي خالص. تمام. وأول مرة تم استخدامه سنة 95 لما في حد كتب كتاب اسمه توكسيك بيبول، اللي هي ليليان جلاس دي المؤلفة بتاعت الكتاب، واستخدمت لفظ توكسيك بيبول اللي هو الأشخاص السامين. وبعدين بدأ اللفظ من سنة 95 ينتشر لدرجة أن احنا بقينا بنستخدمه بشكل مبالغ فيه، فبقى في استخدام مش على الاشخاص السامين بس، كل حاجه بتضايقنا نقول عليها، اي حد بيعصبنا ولا بينرفزنا نقول عليه شخص سامي. بالظبط. فبقى في اوفر دايجنوزس للتوكسيك بيبول في حياتنا وللتوكسيك ريليشن شيب، بقى احنا عمالين نشخص اي حد يضايقنا ان هو ايه ده شخص توكسيك، وده مش حقيقي في الواقع. ما هو مفيش حد هيبقى على هوانا بالظبط. تمام. فدي اول نقطه. المواد هي اللي بتتصف بالسميه، لكن الاشخاص ما ينفعش يبقوا سامين. يعني نقدر نقول ان الماده دي ماده سامه، لكن كشخص ما نقدرش نقول ان هو شخص سام، لانه دايما الشخصيات فيها جانب ايجابي وجانب سلبي. كوني شايف الجانب السلبي في الشخص مش معناه ان هو شخص سيء اطلاقا، لا، ممكن يكون انا اللي سيء. شوف في الاخر حضرتك، انا اللي بطلع احنا لوحدينا ليه، انا اللي بطلع منه الجانب السيء وهو بيوريني الجانب السيء، فالعلاقه احنا الاثنين شركاء فيها. مفيش علاقه بين طرفين واحد بس المسؤول عنها، لازم يكونوا الاثنين مسؤولين عنها. ومفيش شخص سام تماما او مؤذي تماما، ولكن هو الجزء اللي بيوريهوني هو الجزء المؤذي عشان انا بطلع الجزء ده، وممكن يبقى في حته تانية هو بيتم ايذائه
هو كشخص مع انه بيأذيني، لكن في علاقه تانية في حياته هو اللي بيتم ايذائه، وفي علاقه ثالثه في حياته هو علاقته كويسه جدا بالاخرين. فاحنا لينا عامل، كل ساق يسقى بما ساق. بالظبط، فعلا احنا لينا عامل في العلاقات المؤذيه، اللفظ بقى الصح مش السامه، العلاقات المؤذيه اللي احنا بندخلها او بنختارها. طيب يعني انا مش عارف، احنا اللي بنخرج في الناس اسوأ ما فيهم، احنا مش احنا يعني انا ومحمد الشاذلي، احنا كأشخاص معاكي في اي حاجه تكلمي عن نفسك بس، بنخرج في الناس اسوأ ما فيهم، ولا هم بيبقى عندهم اتجاه سلبي ناحيتنا؟ مش لازم كل الناس تبقى الفايبس بتاعتها كده او الاجواء بينهم وبين بعض ايجابيه، البعض ممكن ما يتفقوش من غير ما يبقى فيه اي حاجه يعني، فساعتها بقى بتلاقي السميه او الايذاء ظهر. طيب هو زي ما حضرتك بتقولي كده، هو الاثنين يعني، هو في جزء سلبي زي ما قلنا وانا بطلع الجزء السلبي اللي فيه. زي مثلا خلينا نتفق انه الشخص الاعتمادي دايما بيخلي اللي قدامه يركبه في العلاقه. لفظ يركبه ده يعني يبقى هو اللي مسيطر وهو اللي متحكم في العلاقه، ويتحول الشخص اللي قدامه لشخص ايه؟ سام. ليه؟ ما هو انت سايبني اعمل فيك اللي انا عايزه وسايبني انتهكك تماما، فطبيعي حتى ان انا كنت شخص مع اخرين جيد، فانت سمحت لي اني اكون معاك ايه؟ سام وساكت وراضي وقابل، فهفضل كده. فده جزء من ناحيه الشخص اللي بيتاذي. من ناحيه بقى الشخص المؤذي، احنا عندنا انماط شخصيه بتكون مؤذيه، زي الشخصيه النرجسيه، زي الشخصيه السيكوباتيه، زي الشخصيه الحديه، زي الشخصيه الشكاكه او الشخصيه الاضطهاديه. دول انماط شخصيه الشخص عنده فعلا جانب مؤذي، والعلاقات معاه قد تكون مؤذيه الى حد كبير، لانه مثلا الشخص النرجسي طول الوقت شايف نفسه مميز وبيسخر من الاخرين، بينتقد الاخرين، العلاقه معاه دايما علاقه ما فيهاش مساحه انه ابقى مطمن، انا على طول قلقان، انا على طول عندي، لان عارف ان في انتقاد جاي في بالظبط، انا على طول منتقد، انا على طول مقصر في حقه، انا على طول، وهو دايما بيستخدم الحكايه دي عشان يبقى هو اللي مسيطر على العلاقه. ويا سلام بقى لو الشخص اللي قدامي زي ما قلنا اعتمادي، فالعلاقه هتكون سامه مثاليه بالمناسبه، لانه هتكمل يعني هو نرجسي وبيهنها وبيهزقها وبينتقدها وهي مكمله لانها شخص اعتمادي. فدي علاقه نموذجيه على فكره، الاثنين مرتاحين مفيش مشاكل ما بينهم، هو كده دي علاقه نموذجيه وهتكمل بغض النظر عن ان الشخص الاعتمادي ده في يوم من الايام هيجي ينتحر يعني، او هيجي يتاذي نفسيا جدا ويتعب نفسيا جدا، ولكن العلاقه مكمله عشان الطرفين راكبين مع بعض. استوضحت نقطه مهمه قوي، يعني في بعض العلاقات سواء في زماله العمل او في الصحوبيه مثلا بنكون شايفين عيب في شخص، شايفين ان هو مش شخص مثالي، وشايفين مثلا وليكن اي عيب من العيوب، على جانب اخر بنلاقيه كويس جدا مع الناس والناس مش شايفه هذا العيب، فبتبقى المشكله في نظرتنا احنا لهذا الشخص. بالظبط بالظبط، لان انا شايف الجزء السلبي اللي فيه، وهو ممكن يكون بيوريني الجزء السلبي مش بيوريني الجزء الايجابي الاخر، لانه زي ما كل حد فيه جانب سلبي هو فيه جانب ايجابي، بس الفكره انا بشوف ايه وهو بيوريني ايه في العلاقه. طيب حضرتك وحضرتك بتدي المثل، قلت بيهنها بيضايقها، اسبغت الشخص الاصعب على الطرف الاقوى ظاهريا في العلاقه اللي هو الرجل. بيجي بقى قدامها حاجه تانية بتبقى بتقوم بيها الطرف التاني يعني في العلاقه، انا هقدر اصلح الموضوع، انا عندي القدره على ان انا اصلح، انا عندي القدره على ان انا اخلي الشخص شخص افضل. دي بتبقى شخصيات بتساعد الشخص النرجسي ان هو يبقى نرجسي اكتر واكتر ويتحكم فيهم اكتر واكتر. لو هي شخصيه اعتماديه هيبقى كده فعلا، لكن لو هي شخصيه مش اعتماديه وهي قررت انها تدخل علاقه عشان تغير الطرف الاخر، فهي هتفشل غالبا. هتفشل لانه احنا مش بناخد الناس عشان نغيرها، احنا بناخد الناس زي ما هم كده، وتغيير انماط الشخصيه ده صعب. يعني لو هي ارتبطت بشخص نرجسي، او لو هو حتى زميلها في الشغل شخص نرجسي او قريبتها نرجسيه، فتغيير الشخص ده صعب، مش زي ما احنا متصورين الموضوع هيبقى سهل، بالعكس هيستهلكها التغيير وهتكون النتيجه صفر. اذا كان الطبيب النفسي عشان يغير المريض اللي عنده اضطرابات شخصيه بيحتاج سنتين علاج نفسي، لازم المريض ينتظم فيهم في جلسات علاج نفسي ويكون عايز يتغير عشان يساعده على التغيير. فما بالك بقى هي شخص ما عندهاش الخبره الكافيه ويمارس عليه العنف النفسي. وخدي بالك انه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، يعني لازم تكون او الشخص ده يكون عايز يتغير عشان يتغير، مفيش حاجه اسمها انا هغيره غصب عنه،
هو لازم يبقى مستبصر بمشكلته وعايز يتغير، غير كده مش هينفع. طيب هل العلاقات السامه تؤدي او تسبب مشاكل صحيه مزمنه؟ طبعا، لانه انا طول الوقت في ضغوط، والضغوط بتخلي جسمنا الفسيولوجي بتاع جسمنا يفرز هرمونين مهمين جدا، واحد اللي هو الادرينالين، وده اللي بنسميه فايت اند فلايت هرمون، اللي هو هرمون الكري والفر، يعني انا في حرب او اسد بيجري ورايا يبقى الهرمون ده طالع، بيطلع وقت التوتر والقلق والضغط النفسي، وبيشغل السمباثيك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي السمباساوي، فببقى في حاله تاهب طول الوقت. مش بس كده، بيطلع كمان هرمون الكورتيزول. الكورتيزول لما بيطلع في الجسم بيخلي الشخص مزاجه سيء، وهو بالمناسبه بيطلع بالليل وبيبقى في اعلى وقت ليه الصبح. فتخيل بقى انه مش بيطلع بس بالليل واعلى وقت ليه الصبح، ده مكمل طول اليوم بسبب الضغوط اللي انا فيها، فهيدخلني في حاله فسيولوجيه تخليني تحت ضغط نفسي، الادرينالين والسمباثيك نيرف سيستم شغالين طول الوقت، وده يؤدي بقى لامراض طبعا عضويه غير الامراض النفسيه، زي ارتفاع ضغط الدم، زي ان انا يجي لي السكر بعد شويه، زي ان انا يحصل لي مشاكل صحيه ليها علاقه بالشرايين، بضيق الشرايين، زي جلطات المخ او جلطات القلب او غيره. ده الجزء العضوي. اما بقى الجزء النفسي، ده انا طبعا بعد شويه بستهلك طاقتي في العلاقه السامه دي، فبدل ما ابقى شخص بيعمل حاجه وبينجز وبيحقق نجاح، انا رايحه انا كل طاقتي ازاي هتصرف معاه، مستنزفه بالظبط كده، انا كل طاقتي مستنزفه في العلاقه، فما عنديش وقت ان انا ابدع او اكون منتج في المجتمع، فده بيخليني طول الوقت تحت ضغط، ويخليني ادخل في حاجه من ثلاثه، يدخل في اضطرابات القلق، يدخل في حاجه اسمها الادجستمنت ديس اوردر اللي هو اضطراب التكيف او التاقلم، يدخل في البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر لو الشخص اذاني بشكل، عمل لي تروما اثرت عليا في حياتي، عمل لي صدمه نفسيه اثرت عليا في حياتي بشكل كبير، فده هيخليني ابقى مريض وبعد شويه هحتاج الى علاج. الشخص المؤذي هل في كلام معين بيستخدمه؟ هل في اسلوب معين؟ يعني في كلمات بيهدف لايه؟ لهز ثقه الشخص اللي قدامه مثلا، التقليل منه، التنمر عليه، ولا بيعمل ايه علشان نقدر نقول انه او نقدر نصنفه انه شخص مؤذي؟ طيب هو كل حضرتك بتقوليه ده ممكن يحصل طبعا، فممكن يبقى ساخر طول الوقت من اللي قدامه، ممكن يبقى ناقد طول الوقت للي قدامه، يعني في شخصيات كده في حياتنا ناقده طول الوقت، هي عماله تنتقد شكلك، تنتقد لبسك، تنتقد اسلوبك، تنتقد اي حاجه، هم بينتقدوا، عايشين عشان ينتقدوكي، فهو بيأثر فيكي وبيكسر ثقتك في نفسك، او زي ما قلنا السخريه بتاعته طول الوقت، يبدو انه بيهزر بس الحقيقه هو بيجرح فيا. بس ده كله ممكن يندرج تحت مظله الاهتمام. لا أنا قلقان لا عليكي، فعشان كده بحاول ازقك لقدام، انا مش عارفه بعمل ايه، عشان دي المبررات اللي الناس بتقولها ظاهرها قد يكون كده. الدعم لا خالص، دي المبررات اللي الناس بتقولها، ولكن الحقيقه مش كده. انا عايز اقول لك انه التوكسيك ريليشن شيب او العلاقات السامه قد تكون علاقه اب بابنه. طب. يعني الاب لو ناقد زياده عن اللزوم لابنه فهو بيحوله بعد شويه لمريض نفسي، والعلاقه بتكون علاقه سامه. فتخيلي الاب هو بيحب ابنه وهو عايزه احسن حاجه، بس في فرق ما بين النقد والتوجيه. هو مش بيوجهه، مش بيقول له ايه اللي يتعمل صح ويساعده انه يعمله، هو بس عمل ايه ينتقده، وصنع لنا ناقد مستقبله بالظبط كده. فيخش عليه يقول له ايه لبسك وحش، ما يقولوش بقى ايه اللي يتلبس صح، انت مقصر في كذا، طب ما يقولوش ايه اللي المفروض يعمله عشان ما يبقاش مقصر. مش بيساعده ولا بياخد بايديه، مش بيوجهه، ولكن هو بس بيديله نقد، وزي ما حضرتك قلت كده هو بيخلي الشخص لا يتوحد بالمعتدي فيصبح ناقد في المستقبل، او يبقى شخصيه وسواسيه. شخصيه وسواسيه يعني شخصيه طول الوقت بتلوم ايه نفسها وذاتها، وشخصيات الوسواسية بتصاب بعد شوية بوسواس قهري، لأنه هو طول الوقت عايش في لوم لذاته. فهو صنع لنا مريض نفسي بسبب النقد المبالغ فيه. فأشكال العلاقات السامة كتيرة، منها السخرية، ومنها النقد المستمر، ومنها أنه أطلعك وأنزلك، يعني في موقف أطلعك السماء وبعديها بثلاث دقايق أنزلك الأرض، في موقف أشكر فيك جدا وفي موقف تاني أنتقدك جدا. تمام؟ وده اللي بيعمله الشخصيات النرجسية، بيسموه الترويض الناعم. يبدأ الأول يقول كلام إيجابي وكلام يرفع من اللي قدامه، فاللي قدامه يبدأ يتعلق به، بعدين يعزله عن اللي حواليه، وبعدين بعد ما يبقى خلاص هو الشخص الوحيد اللي في حياته اللي قدامه يقوم منزله بقى سبع أرض، ويبدأ ينتقد ويبدأ يطلع العيوب اللي في اللي قدامه، فيفقد اللي قدامه ثقته في نفسه. فدي تمام. كلها أنماط بتعملها الشخصيات السامة. طيب أنا إزاي أعرف إن أنا في علاقة سامة، وهل الخلاص منها سهل؟ الخلاص منها سهل لو استبصرت ان انا موجود في علاقه مؤذيه ليا او علاقه سامه، بس لازم استبصر الاول بالحكايه دي. اعرف ازاي بقى؟ اعرف لما الاقي نفسي طول الوقت بقيت مشغول بالقصه، ثقتي في نفسي بدات تقل، العلاقه بدل ما بترفعني بتنزلني، بدا ياثر ده على نواحيها الوظيفيه والاجتماعيه،
فبدات انعزل زياده عن اللزوم، بدات ما باديش وظيفتي زياده يعني بالشكل الايجابي، بقت باديها اسوا ما يكون، ما بعملش اللي المفروض يتعمل. ده كله بسبب ان العلاقه بدات تستهلكني. العلاقات اللي بتستهلكني هي علاقات مؤذيه. اول ما الاقي ان في علاقه بتستهلكني وان انا ببذل مجهود كبير عشان اثبت نفسي او عشان اثبت فكرتي او عشان اوصل للي قدامي او عشان اخلي اللي قدامي حتى ما ينتقدنيش، ده معناه ان انا في علاقه مؤذيه ولازم اهرب من العلاقه دي باي طريقه، لانه العلاقه دي يعني لو كملت فيها هتحولني لمريض نفسي. في بعض العلاقات مش هعرف اهرب، زي علاقه اب بابنه مثلا، مش هعرف اهرب، ولكن انا هنا محتاج ان انا استرضيه او احاول اخد الجزء الايجابي من الشخصيه، خصوصا لو الشخصيه معايا في الشغل مثلا مديري في الشغل، فانا هحاول اخد الجزء الايجابي من شخصيته واتجنب الاجزاء السلبيه. اتجنب انه يبقى في حوار يسمح له بانه ينتقدني، اتجنب انه يبقى في مساحه تخليه يقرب مني لدرجه انه يضغط عليا. فمن ضمن الاستراتيجيات ان انا اخد مسافه عن اللي قدامي او اتجنبه تماما او اتعامل مع المناطق الجيده اللي في شخصيته او ان انا استرضيه واقول له انت صح. طيب بلاش موضوع المدير ده، خليك في موضوع الزمايل افضل. طيب يعني هل الشخصية اللي هي قد تكون مؤذية دي بتكون شجاعة يعني مقدامة، ولا لو الشخص صدها بتقف عند حدها وتبتدي تدور على ضحية تانية ممكن تكون أسهل؟ على حسب نوع الشخصية، يعني في شخصيات كده وفي شخصيات كده. فمثلا لو اتكلمنا على شخصية زي الشخصية الحدية، الشخصية الحدية متقلبة المزاج وبتعمل حاجه اسمها ايديلايزيشن ديفالويشن، يعني انا النهارده شايفك عظيمه وهايله، بكره انت عملتي موقف وحش معايا فانا شايفك سيئه جدا. الشخص ده لو انا انتقدته وقفت قصاده هو هيبعد وهيدور على شخصيه تانية يعمل معاها كده، لان هو اصلا متقلب المزاج طول الوقت. لكن في شخصيات زي الشخصيات السيكوباتيه مثلا، هو طول الوقت بينتقدني وهيظل ينتقدني حتى لو انا واجهته وحاولت اوقفه عند حده، هيظل هو موجود لان هو سيكوباتي، هو بيستمتع باللي بيعمله. فعلى حسب نوع الشخصيه هتكون الاستجابه. أكيد. كل الشكر لحضرتك دكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. شكرا لك. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9، ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري في العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الجولة التفقدية أثنى الرئيس السيسي على التجهيز المميز للأكاديمية العسكرية، مؤكدا حرص الدولة على تطوير منظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية. شدد الرئيس السيسي على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع. وخلال استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر 6 للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، أكد الرئيس السيسي استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية على مدار يومين. ومن المقرر أن يشارك مدبولي اليوم في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى التي تعقد بحضور العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية. جدد وزير الخارجية سامح شكري التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون
فلسطيني وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة بمشاركة كل من السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ومن جانبها أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لتصل إلى 34,388 شهيدا و77,437 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. اعتقلت الشرطة الأمريكية محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية، وذلك خلال وقفة لمعارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وذكرت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون أنه تم اعتقال 23 محتجا هناك، وتم نقلهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو بتهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال. وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي. عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء هجوم وشيك تعد له قوات الدعم السريع بالسودان على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي من أن نحو 800,000 شخص في الفاشر معرضون لخطر شديد ومباشر مع تفاقم أعمال العنف، وتعتبر الفاشر آخر مدينة كبرى بإقليم دارفور الشاسع بغرب السودان لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي على قطاع الطاقة في بلاده بما يصل إلى 34 صاروخا من مختلف الأنواع في وقت سابق استهدف منشآت الغاز المهمة لإمدادات الاتحاد الأوروبي. وأضاف زيلينسكي أن الهدف الرئيسي للهجوم كان قطاع الطاقة، مضيفا أن العديد من المنشآت في هذا القطاع تعرضت للاعتداء بما فيها مرافق الكهرباء والغاز على وجه الخصوص، وهي المنشآت التي أكد الرئيس الأوكراني ضرورتها لضمان الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم. مجله CEO وورد الامريكيه صنفت مصر ضمن قائمه افضل 30 وجهه سفر عالميه يمكن زيارتها في حياتك. التصنيف ده اعتمد على اراء اكثر من 295,000 قارئ، وده مش جديد. يمكن من اسابيع بسيطه صنفت مجله فوربس مصر ضمن افضل 3 وجهات عالميه، والانطباع ده هو اللي خلى مصر تحقق أكتر من 15 مليون سائح خلال عام 2023. طبعا ما فيش شك أنه ده رقم كبير جدا ورقم ضخم إذا قارناه طبعا بالسنوات اللي فاتت. خلينا نتكلم عن مميزات المقصد السياحي المصري وإزاي نستفيد من هذه الإشادة الدولية. بنرحب بضيفنا الخبير السياحي اللي منورنا حسام هزاع. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. أهلا وسهلا. لما نتكلم في البداية عن مميزات المقصد السياحي المصري إذا ما قرناه بالمقاصد السياحية المجاورة. مصر طبعا مقوماتها السياحية متنوعة وكتيرة جدا، سواء من ناحية الأثرية أو ثقافية، طبعا الشاطئية العلاجية، كل أنواع السياحات موجودة في مصر. الإشادة بتيجي نتيجة أولا في عامل مهم، الدولة مع الدول الأخرى، العلاقات السياسية. طبعا مصر علاقتها بكافة الدول علاقة ممتازة. المنطقة في بعض الدول بيبقى فيها مشاكل زي ما احنا شايفين محيطة بمصر، احنا ما ينفعش معانا غير الطيران الشارتر أو الطيران المنتظم للسياحة.
المطارات امنه الحمد لله. الامن والامان، العلاقات اللي بتقوم بها مصر في منطقه الشرق الاوسط كاستقرار، كل العوامل دي تيجي الخطط اللي بعد كده اللي بتضعها الدوله كخطط استراتيجيه للسياحه والجذب عدد اكبر من السياح من كافه الدول المختلفه. طبعا طرق التسويق بتختلف من دوله الى اخرى. احنا عندنا السبب الاساسي في الخطه اللي وضعت ونفذت بطريقه سليمه لجذب اكبر عدد ممكن هي الحضور لكافه المعارض الدوليه اللي بتمثلها او بتمثل فيها دايما مصر، سواء كوزاره السياحه مع هيئه تنشيط السياحه مع رجال الاعمال والمستثمرين. بنطلع بورصات كتيره زي المعرض او الايفنت اسمه بورصه، بورصه برلين، طالعين ان شاء الله بورصه دبي الفتره القادمه، في بعد كده بورصه لندن، وطلع او قبلها كان في بورصه لندن في نوفمبر، بورصه اسبانيا، بورصه روسيا اللي هي الايفنت العالميه، وفي في الهند الى اخره. كل العوامل دي السياح طبعا بتيجي. طبعا الحرب بتاعت غزه واسرائيل اثرت في نسبه الحجوزات، ولكن في حجوزات كويسه. اللي بيحصل ان احنا بنقدم في مصر سيرفيس على اعلى مستوى في الفنادق، في كل شيء، في المناطق الاثريه، في البروفيشنال تور جايدز اللي بيبقوا موجودين. ده بقى انا بدخل في النقطه دي مهمه، في الترانسبورتيشن، في الافواج السياحيه لما بتيجي عندنا الشركات وبننظم البرامج السياحيه دي، بنطلب من كل السياح بعد كده ان هم يكتبوا الريفيوز بتاعتهم وارائهم على المواقع العالميه، تريب ادفايزر، جوجل، اكسبيديا، وات ايفر بقى. وده هو اللي بيخلي المواقع العالميه تشوف الاراء بتاعه السياح كلهم اللي زاروا مصر، وعلى اساسها بتقول مصر كوجهه سياحيه من ضمن الوجهات العالميه، بالاضافه طبعا للطقس والمناخ و و و. طيب يعني لما نيجي نقول السائح اللي بيجي لو ما كانش خد اكسبيرينس او ما خدش تجربه مرضيه مش هيكتب، حتى يعني عن طريق الطلبات، يعني اكيد هيبقى محتاج نوع من انواع المعامله الطيبه جدا ويكون استمتع جدا عشان يقدر يكتب ريفيو او يقدر يكتب وجهه نظره. احنا بنشوف كل واحد محتاج ايه ونوفره له. يعني في البعض بيبقى جاي بيدور على سياحه شاطئيه، البعض بيدور على سياحه صحراء وسفاري وغيرها، سياحه رياضيه، سياحه علاجيه، احنا عندنا انواع كتير جدا من السياحه. طبيعي احنا لما بنقوم بالحملات التسويقيه اولا كدوله وقطاع خاص بتبقى معروف لدينا اكيد الكالتشر بتاعت كل دوله، الثقافه بتاعت الشعب او المجتمع ده، مواعيد الاجازات. لما يعني احنا مثلا لو جينا لمجتمع زي المجتمع الامريكي، المجتمع الامريكي بيجي لنا منه افواج سياحيه، المجتمع احنا فاهمين الكالتشر بتاعته ان هو جاي عايز يشوف رحلات ثقافيه، حضاره، تاريخ، اثار، كله، لكن مش هيبقى يهمه ان هو يروح الشاطئيه لان هو عنده المحيطات الباسيفيك الى اخره يعني، وعنده الكروزس العالميه الكبيره اللي بتقعد 6 شهور في فهو مش محتاج دي. لو جينا نبص للسائح مثلا الصيني بيحب السياحه الثقافيه والشاطئيه بسيط، الهندي السياحه الثقافيه، هنيجي للسائح بقى الروسي، الاوكراني، اوروبا الشرقيه، لا بيحب السياحه الشاطئيه جدا خلاص. ولو قلت له لو حضرتك عرضت عليه مثلا برنامج ثقافي اسبوع او 10 ايام مع نايل كروز هيقول لك لا انا مش عايزه، انا عايز اقعد على البحر. فهنا بتبقى الحملات التسويقيه طبعا دارسه الثقافه بتاعت كل شعب، هتوجه ليه امتى، قبل الاجازات بتاعته، قبل الايسترن مثلا في اوروبا، في كذا يعني. وكل دولة بتختلف فيها بعض المحافظات اللي موجودة أجازاتها مختلفة عن الأخرى، زي الألمان مثلا ده بيتأثر بالسياحة الميديا، الإعلانات في التلفزيون، ده بيتأثر بالجوجل، ده بيتأثر باليوتيوب، ده بيتأثر بالفيسبوك. فكل ده طبعا بيبقى مدروس في الحملات التسويقية لجذب أكبر عدد من السياح الفترة القادمة. مثلا في الصيف احنا مصر كلها عندها معلومة، وطبعا الشركات السياحة إلى آخره، أن السياحة الخليجية هتبقى قوية جدا، السياحة وبالذات في منطقة الساحل الشمالي إلى آخره، في سياحة أوروبية هتيجي، بس سياحة شاطئية أوروبا الشرقية بتيجي على مدار العام. طب في أسواق أخرى، في سياحة ثقافية بس مش هتبقى بنفس الكم اللي بيجي في الشتاء، وهكذا. بتبقى العمليات طبعا على أساس دراسة
وعلى أساس تسويق وعلى أساس أنماط معينة على أساسها بتوجه الحملة التسويقية سواء من القطاع الخاص أو من الدولة يعني. طيب حضورنا عامل ازاي في البورصات؟ يعني احنا ذكرنا اكتر من بورصه دلوقتي، متواجدين على طول مسافرين ان شاء الله. ان شاء الله حضورنا وتمثيلنا عامل ازاي في هذه البورصات، خصوصا احنا موجودين وفي دول تانية بتعرض هي كمان مقوماتها السياحيه؟ ما هو احنا بنحضر البورصات الدوليه دي او المعارض الدوليه، اولا بيبقى تصميم الجناح المصري في المعارض الدوليه على شكل متحف فرعوني بشكل جميل في كل التكنولوجي، ده ثابت في اي دوله و3 دايمنشنز، ان انت ممكن تشوف من خلال الشاشات اللي موجوده، يعني عايز اقول ايه، ان انت متواجد مثلا في البحر الاحمر، متواجد في منطقه الاهرامات الى اخره، بالاضافه الى المطعم المصري بيبقى متواجد في الاجنحه بتاعتنا، بيبص لي جايين من الدول العربيه ومن الدول الاجنبيه ان هم برضو يدوقوا الاكل المصري، وبيبقى طبعا نوع من الدعايه، بيتصوروا الناس في المعابد. اللي بيحصل بقى ان احنا لما بنطلع بيبقى كل شركه عندها ستاند مثلا او فندق الى اخره، وبيحصل مقابلات وبنعرض البرودكت بتاعنا، لان السياحه صناعه، البرودكت هو المنتج السياحي، البرنامج السياحي. يعني احنا مثلا بنسوق في كل المعارض للمتحف المصري الكبير، برغم ان هو لم يفتتح رسميا، ولكن بيجي لنا سياح وبيحضروا المتحف المصري الكبير والمتحف المصري ومتحف الحضارات. هنا بقى الشركات بتوجه او بتعمل البرودكت والمنتج بتاعها وبتقدمه على حسب الجنسيه. طبعا القرى السياحيه الكبيره وسلسله الفنادق اللي موجودين اللي بيسوقوا للسياحه الشاطئيه بيبقوا متواجدين، وكله بيقدم حوافز معينه، غير طبعا الحوافز اللي بتقدمها الدوله ووزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه متمثله في دعم الطيران الشارتر او تقديم الحوافز، دعم لوجستي مثلا لو في 10 اماكن بيبقى في ليهم دعم رقم معين بحيث ان تذكره وهكذا توزع على اعداد السياح. كل ما زادت المقاعد السياحيه في الطيران الشارتر مع وجود الشقق الفندقيه والفنادق، كل ما بيزيد عدد السياح بشكل كبير، وطبعا كل ما تطور، لان احنا عايزين نوصل ان شاء الله في 28 ل 30 مليون سائح، فمحتاجين طاقه استيعابيه اكتر في الفندق وطيران شارتر اكتر، ولكن في بتزيد اعداد الطيارات الشارتر، بتزيد اعداد الرحلات السياحيه من كافه دول العالم لمصر بقى لكافه المحافظات، كل سائح على حسب، يعني السائح الاجنبي مثلا بيفضل البحر الاحمر بشكل كبير عن الساحل الشمالي لسبب، لان هو بيبص للايه بقى، عايز الكراء اللي هو الشعب المرجانيه، عايز الدايفنج، الحاجات دي كلها مش متواجده عنده في اوروبا، عايز الشمس كمان، وعايز الشمس الى اخره. يعني ممكن في انواع معينه من السياح بتحب البحر الابيض المتوسط والساحل الشمالي والعلمين الى اخره، بس دولت مثلا اللي كان ممكن يكون احفاد اللي كانوا في الحرب العالميه الثانيه عشان يشوفوا روميل وهكذا، فده بيبقى عملية تسويق سياحي. السياحة الشاطئية بقى، السياحة العلاجية إلى آخره، سياحة الإيفنتس أو سياحة الزواج، سياحة الزيركات شرم الشيخ، سياحة الأزياء، كل دي أنواع من السياحة بتبقى محطوطة، بس الطلب على السياحة الأكتر بيبقى على مستوى العالم. السياحة الشاطئية يليها السياحة الثقافية، وبعدين بقى تيجي السياحات الأخرى يعني. طيب فكرة استهداف فئات ما احناش بنجذبها دايما، يعني احنا بنكلم مين علشان نقوله تعالى؟ بنكلم الباك باكرز ولا بنكلم الناس اللي عايزة تسافر سفر لكجيريس كده ومرفه وكده؟ بنكلم الطلاب ولا بنكلم الناس اللي بتشتغل وعندها القدرة على السفر من فترة تانية؟ بنعمل ايه؟ بنستهدف مين؟ لا، هي دي بقى بترجع الى الشركات العاملة في المجال اكتر. يعني مثلا في سياحه لكشيريز زي ما حضرتك او لكجيريس زي ما حضرتك ذكرتي، ابتدينا ندخل في اليخوت، اليخوت مثلا، طبعا الدوله قامت والسيد الرئيس وجه بتخليص كافه الاجراءات في سياحه اليخوت، وهي بتتبع وزاره النقل البحري، فبقت سهوله في ابلكيشن موجود، في تعريفه موحده لأي يخت هيدخل. طبعا دي سياحة المليونيرات أو مالتي مليونيرات هنقول والمليارديرات، وبتبقى بيجي مع الستاف بتاعه اللي موجود، بتتكلف كتير قوي، متوسط انفاقه عالي جدا. في طبعا دول البحر الأبيض المتوسط، في زي اليونان وإيطاليا وفرنسا، لما احنا كان الأول بياخد الإجراءات وقت طويل وصعوبات كبيرة جدا، دلوقتي لا، ممكن تخلص الابليكيشن وكافه الداتا وكل حاجه
في ساعة بالكتير قوي. وده الأهم، أنا رايح أتفسح يعني، ما مش المفروض أقعد وقت أنتظر يعني. في عندنا مارينا موجودة كتير، في مارينا في شرم الشيخ، وفي مارينا في الغردقة والجونة، في مارينا العالمين، في يعني في موانئ متعددة في أماكن مختلفة. الأول كان لازم يدخل ويخرج من نفس المارينا، دلوقتي لا، يدخل من المارينا دي ويخرج من أي مارينا تانية. طبعا بيحتاجوا احتياجاتهم كتيره بقى، واللوجيستيك اللي بوجود اليخت، ممكن رجل اعمال يسيب الاستاف موجود ويسافر يخلص بيزنس ويرجع تاني. وطبعا في ناس عندها يخوت ب 500 مليون دولار زي جيف بيسوس مثلا بتاع امريكا، وفي امراء و و و. فالمارينا اللي موجوده دي سياحه مهمه جدا، دي لكسيريس. في السياحه بقى اللي هي الكم دي بقى اللي هي الطيران الشارتر بين الاعداد السياحه الشاطئيه مثلا، يبقى في مثلا 100 رحله كل اسبوع بتنزل هنا وهنا وهنا، وبتجيب مثلا 200 فرد، فدي بتبقى كم متوسط انفاقه، ما بيبقاش عالي، ممكن تكون ماكسيمم 100 دولار في اليوم، وده بالنسبه له كويس هناك، لان هو لو قعد في بلده هيصرف اكتر من المبلغ ده، وهو بيتفسح وبيقضي حاجات كتيره جدا. في المستهدف بقى لو في سياحه مثلا زي ما بنقول سياحه رحلات، اللي هو زي رحله العائله المقدسه او كذا، بتبقى مستهدف بقى، بيبقى في مراكز معينه في اوروبا او في دول امريكا او الى اخره، بتستهدفها الشركات اللي بتعمل في نفس المجال، وبيتم مقابلة الشركات دي إما عالميا أو سفريات خاصة، وبنقدر نجيب منها جروبات وأفواج سياحية. ثقافة مثلا السائح العربي أو الخليجي مختلفة عن ثقافة السائح الأوروبي. بيجي مثلا لو بيحب يعيش الأتموسفير بتاع السياحة التراثية بينزل خان الخليلي، بينزل المناطق الإسلامية والمناطق القديمة في مصر ويعيش الجو ده. وممكن في بقى في سياحة بيحبوا يعيشوا في البوتيك اوتيل في نفس المناطق دي دلوقتي برضو، ده بيستهدف كذلك بالحملات الإعلامية أو بالمقابلات لما بتتم سفر رجال الأعمال أو الشركات إلى الخارج يعني. طيب اتكلمنا عن المقومات، ومما لا شك فيه في تحديات. إيه التحديات اللي بتواجه قطاع السياحة في مصر؟ وشايف الرقم اللي احنا وصلنا له دلوقتي 15 مليون سائح في عام 2023، هل مناسب لهذه الفترة في مصر؟ هو مناسب طبعا دلوقتي، وخاصة بعد ان احنا خرجنا من مرحلة كوفيد، واللي كانت مرحلة صعبة جدا على مستوى العالم. التحديات اللي بتواجهنا ان احنا عايزين طبعا مزيد من المقاعد في الطيران الشارتر والاستثمار، تخفيف او منح المستثمرين فرص، وتخفيف يعني عايز يبقى في اعفاءات ضريبية، لان لازم هو عشان راجل هيجي يصرف مثلا 100 مليون دولار او whatever بقى الاستثمار اللي هيصرفه، وهيصرف على منطقه معينه ويبني فنادق، فمحتاج ان هو يشتغل عشان يعمل تيرن اوفر للفلوس دي، فمحتاج اعفاءات ضريبيه وتسهيلات طبعا، وبيشغل عدد كبير من العماله. زياده عدد الطيران الشارتر طبعا هو موجود كويس وبتزيد، لا عايزين المستثمرين يدخلوا بقوه كبيره، لان هو الطيران لو احنا عندنا مثلا رحلتين دلوقتي مثلا لمومباي ودلهي في الهند، طيب بس الهند كبيره جدا بتصدر 120 مليون سائح في السنه، لازم يبقى عندنا مستثمرين عندهم طيران شارتر، او الدوله تجيب اعداد وتبقى عدد الرحلات اكتر، فده دي من ضمن العوائق طبعا. بقيه الحاجات، الحصول على التاشيره موجود دلوقتي بسهوله اونلاين دلوقتي، وفي دول معينه عايزين ده. في كنترول برضو يبقى على، يفضل ان يتعمل ابلكيشن لكافه التكاسي اللي بتشتغل تاكسي مع السياح زي دول اوروبا وامريكا ودول خليجيه، ان يبقى في ابلكيشن موجود زي اسمه ايه اللي هو اوبر، بس تاكسي بقى، التاكسي اللي بيشتغل مع السائح عشان ما يحصلش مضايقات وكده، لان دي برضو بتؤدي احيانا الى بعض المشاكل. يبقى في ابلكيشن عليه اسم السائق وكذا وكل بياناته عشان يبقى معروف في حاله حدوث اي مشكله. الـ 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 الاستثمار او الـ يعني عايز اقول ايه، حته يعني بالنسبه لكافه الوسائل بتبقى سهله،
بس في نقطة معينة إن لازم يحصلوا على قروض، لأن برضو في صعوبة في الحصول على قروض، لأن في فترات معينة كان فيها كبوات زي الكوفيد وما قبله مثلا حادثة الطيران، فقعدت الفنادق فترة طويلة والشركات والنقل السياحي إلى آخره مع ارتفاع الأسعار، طبعا محتاجين سهولة في القروض لمزيد من القروض عشان يقدر ينجز بسرعة ونقدر نوصل لنفس الأعداد دي. يعني احنا عندنا طفرة في حاجات ممكن تكون مش متخيلين انها مهمة، ولكن هي فرقت جدا، واعتقد انها بتعمل قيمة مضافة وممكن تجذب السائح. يعني احنا عندنا الطفرة اللي موجودة في المستشفيات، الطفرة اللي موجودة في الحاجات دي، فكرة ان السائح يبقى عليه تأمين طبي موجود، بيتلقى علاج محترم، بالإضافة للسياحة العلاجية، دي حاجة ممكن السوق يعني نتوسع فيها بشدة مع الاستثمار في البنية التحتية اللي موجودة عندنا في مصر. طبعا هو ده موجود، بس هو بيبقى متأمن عليه من الخارج، احنا ما نقدرش نأمن عليه من يعني. انا هو بتكلم على جودة الخدمة المقدمة. جودة الخدمة المقدمة بالنسبة للسياح، السياحة العلاجية، في عندنا سياحة علاجية وسياحة استشفائية. السياحة العلاجية اللي هي المستشفيات اللي هي في مصر مثلا، وبيجي لنا انواع معينة من السياح بقى، من القلب، الكلى، علاج الأسنان إلى آخره، فبتقدم الخدمة على أعلى مستوى بالنسبة للسياح. السياحة الاستشفائية اللي هي وجود طبعا العيون الكبريتية وعلاج الصدفية والعمود الفقري والدفن في الرمال في قرى معينة، أو في أسوان، أو في سفاجة، أو في شرم الشيخ مثلا، عيون موسى إلى آخره. يعني في الواحات طبعا في أكثر من 400 عين كبريتية، في جبل الدكرور، في يعني في حتت كتيرة، دي كلها متوفرة فيها الخدمة، وبيجيها بيقصدها نوع معين من السياحة، وبيتم طبعا التسويق ليها من خلال الشركات اللي بتعمل في هذا النوع من السياحة، وفي جزء منها أكتر طبي، بيبقى فيه ارتباط مع المستشفيات الدولية. الشركات السياحة ممكن توفر برنامج سياحي، لكن أكتر بيبقى المراكز الطبية وال مستشفيات والعاملين والأطباء اللي بيعملوا في نفس المجال، بيبقى عندهم الشق في جلب المرضى واستخراج، لأن مش شركة السياحة ما تقدرش برضو تبقى مسؤولة عن جلب مريض بظروف صعبة معينة هتتحمل مسؤوليته، لازم تبقى عنده خبرة من الأطباء أو المراكز الطبية اللي بتستجلبه والبرنامج السياحي بتعمله يعني. طبعا طيب، يمكن ذكرت من شوية أن يكون في أبليكيشن كده لسائقي التاكسي اللي بيتعاملوا مع السياح، مش بس السواقين، فكرة أي حد بيتعامل مع السائح بمجرد ما بينزل أرض مصر لحد ما بيسافر، إزاي شايف العنصر البشري مهم في هذه المنظومة؟ إزاي تم تدريبه خلال الفترة اللي فاتت؟ والدليل على ده أنه هو لما بيطلب بره لا بيثبت فعلا جدارته في إدارة أي منشأة سياحية. اللي بيحصل باستمرار عندنا في غرف شركات السياحة، لأن احنا 5 غرف، وفي الاتحاد المصري لعمل الغرف السياحية، في غرفة شركات السياحة، في غرفة الفنادق، غرفة المنشآت السياحية اللي هي المطاعم، وغرفة الغطس والدايفنج يعني مراكز الدايفنج، وغرفة العاديات أو البزارات. بيتم تدريب كافة العاملين بدورات تدريبية معينة، بيبقى زي نوع من الاستثمار في العنصر البشري داخل القطاع السياحي، وكل الموظفين اللي عندنا في شركاتنا أو في الفنادق بيتم تدريبهم بصفة مستمرة بدورات تدريبية، وبيبقى طبعا متأمن عليهم. بيصل إلى مرحلة معينة، يعني أي دورة ممكن يبقى في دورة مثلا مشرف سياحة دينية، في دورة سائقين، في دورة ريسبشن، في دورة كذا، في دورة في قصدي الفندقة في قسم المطبخ، يعني الحاجات دي طبعا بيشتغلوا. وبعدين الطلبة في كلية سياحة فنادق لما بنديهم التدريس أو بندرسهم يعني وبنديهم كذا، بيبقى في جزء براكتيكال، وبيجوا في الصيف يتدربوا في الشركات وفي الفنادق وفي المطاعم والمنشآت السياحية. وبقى في كليات السياحة والفنادق أساسا إن جزء لو هو بيدرس في قسم الفنادق إن هو بيبقى على طول من ضمنه جزء عملي بيدرس فيه أو بيشتغل فيه المطاعم، وبياخدوا الطلبة دي بشكل معين. فبيبقى عندنا كوادر كتيرة بتخرج، وطبعا دورات للسائق السياحة إلى آخره، فبتخرج الكوادر دي بشكل مدرب كبير، بس عظيم. بيبقى ناقصها الخبرة بقى، بتاخد الخبرة. طبعا احنا يعني المرشدين السياحيين طبعا ويل كواليفايد قوي على مستوى العالم طبعا، لأنهم دارسين تاريخ وآثار وكده. أكيد، كل الشكر ليك الخبير السياحي حسام هزاع، نورتنا وشرفتنا، شكرا ليك. شكرا لحضرتك. تسلم. شكرا. 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 نروح لفصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا.